صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شازل. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. النهاردة 4 مارس وده بيوافق اليوم العالمي للسمنة. العالم بيركز على التوعية بخطورة السمنة على صحة الإنسان، خصوصا إن هذا المرض بيصيب أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، عشان كده بيسموه مرض العالم الحديث. لأن الناس دلوقتي طبعاً مع التكنولوجيا بقوا بيقضوا وقت طويل بدون حركة، ما بقاش في مجهود بدني كبير زي زمان يساعد على حرق كميات من الدهون والنشويات اللي بناكلها يا جماعة. بس تحس عارف إن هم اختاروا اليوم ده ليه هدف، يعني اختاروا اليوم ده عشان يفكرونا تقريباً بإن احنا نهايات الشتاء اللي احنا طبيعي إن احنا بنتخن فيه. ده بالنسبة بقى كمان ده على جنب، في جانب آخر إن احنا دلوقتي داخلين على شهر رمضان. شهر رمضان احنا للأسف بنتخن فيه بشكل أكبر، لكن الفكرة بقى في التخنة أو في السمنة بشكل عام مش مشكلتها أو السبب الرئيسي فيها مش الأكل، السبب الرئيسي في طريقة الأكل، كمان كمية الأكل. طول ما احنا بناكل بشكل متوازن وبناخد وجبة فيها سعرات حرارية معقولة مع خضروات كتير مع دايما المواظبة على الحركة بشكل يومي، سواء بقى من خلال رياضة أو حتى من خلال إنك تمشي لو حتى نص ساعة كل يوم، تسيب عربيتك وتتمشى حتى تطلع سلالم بدل ما تستخدم الأسانسير، أي نوع من أنواع الحركة ده بيكون أمر صحي جدا وبيفرق كمان في مسألة الوزن يا شازل. طبعا بكل تأكيد، وزي ما اتكلمنا من شوية قلنا إن التكنولوجيا هي السبب يا جمانة في كل حاجة. أي حاجة دلوقتي بقيت محتاج تعملها بتعملها من خلال أبليكيشنز أو بتتواصل مع الناس بطريقة أو بأخرى وأنت قاعد في مكانك، فمش محتاج إن أنت تنزل، فبالتالي ما بتبذلش أي مجهود. عايز اقول كمان الاهتمام بمعالجه السمنه مش مرتبط بس بموضوع الشكل، ولو انه مهم طبعا، لكن في حاجات تانية اهم كمان من الشكل. السمنه بتاثر على معظم الاعضاء الداخليه للانسان، على كفاءه القلب، الاوعيه الدمويه، الكبد، المفاصل، حتى الصحه النفسيه. يعني الواحد نفسيا ما بيبقاش مرتاح كده وهو مثلا عنده سمنه. طبعا بتفرق في حاجات كتيره، وزي ما قلنا الشكل بالاضافه الى صحه الانسان. لا اكيد يا شازل، يعني مهم جدا ان احنا نبقى راضيين عن نفسنا وراضيين عن شكلنا، وان احنا كمان تكون صحتنا كويسه ونكون قادرين ان احنا نتحرك، لانه للاسف دلوقتي بقيت بتلاقي فعلا شباب صغير جدا مش قادر يعمل حركه كبيره، او هو بيعمل حركه كبيره تلاقيه بينهج جدا وتعبان ومش قادر لا يطلع سلم ولا قادر يتمشى حتى. بقينا فعلا ان احنا بنحاول نوفر مجهودنا، وكأن الهدف هو توفير مجهودنا عن اي شيء. صحيح، بيأثر علينا بالسلب كل ده. يعني احنا بنوفره لايه طيب؟ يعني بنوفر مجهود طب انت نظام الاكل بتاعك ايه؟ يعني هو بصي هقول لك على حاجه، انا كنت بمشي زمان، وبعدين بقى لي فتره كده برضو، يعني يمكن برضو زي الناس، يعني التكنولوجيا خدتنا وقاعدين في البيت، يعني الحركه قليله جدا، لكن مع الوقت حسيت انه لازم اتحرك، فبدات انزل بقى امارس الرياضه بصراحه عشان كده مش نافع. قول لي يعني انت بتصحى من النوم نظام اكلك ايه؟ بتاكل ازاي؟ نظام اكلي عادي والله، يعني بس ما بفطرش طبعا قبل الشغل، بيبقى الفطار متاخر شويه، ويمكن الناس حذرت من الموضوع ده وقالوا انه ما ينفعش، لازم وجبه الفطار تكون في الصبح يعني. لكن بيبقى الفطار على الساعه 12، بيبقى الغداء على الساعه 5 او 6، مفيش عشاء، انا مش بتعشى يعني، دي اخر هم وجبتين بس اللي باكلهم في اليوم، وده يمكن اللي مخليني محافظ شويه قدر الامكان. يعني طبعا معروف في الشتاء والجواكت بتداري وبتلم حاجات كتيره، لكن قدر الامكان بحاول احافظ يعني. طيب، يعني عشان كده احنا معانا ليك فقره النهارده مهمه جدا.
مخصصة عشان عشانك طبعا عشان نساعدك. النهارده في فقرة عن بنتكلم عن اليوم العالمي للسمنة، هنتكلم عن السمنة، هنتكلم عن البدائل الآمنة لإنقاص الوزن بطريقة صحية وسليمة، لأن احنا مؤخرا بقينا بنسمع أنظمة دايت أو أنظمة إنقاص وزن صعبة جدا وبتسبب مشاكل على المدى الطويل، عشان كده لازم نعرف كل التفاصيل دي مع بعض النهارده، بما ان احنا كمان داخلين على شهر رمضان المبارك، ودايما كمان طريقه اكلنا فيه بتبقى مش سليمه بشكل كافي، ان كان من الكميه او نوعيه الاكل او حتى توقيتات الاكل والحركه. والحلويات مصيبه. مش بس الحلويات يا شاذلي، الحلويات واحنا بناكل اكل كتير جدا بقى، الاكل المحمر بقى والاكل الدسم، فاكيد بيعمل مشكله، ومفيش فعلا الوقت الحركه نفسه بيكون قليل جدا، واحنا بنعتقد ان هو قليل جدا فبيبقى صعب قوي، وكمان السحور الناس بتاكل حاجات تقيله جدا، بتصحى تاني يوم الصبح تعبانه جدا. فخلينا نعرف كل بقى التفاصيل دي ونتكلم عليها مع حضراتكم خلال حلقتنا النهارده. دلوقتي متصبح لحضراتكم مره تانية، صباح الخير والسعاده عليكم، صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس والمرور في القاهره والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شاذلي، صباح الخير يا جمانه، صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير عليك يا دينا. الجو ايه اخباره؟ لا الجو مشمس، احنا بقالنا كذا يوم الجو دافئ ومشمس صباحا، لكن طبعا بالليل في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على اغلب الانحاء، يعني ده خلاص، يعني احنا الجو الصبح كويس لكن بالليل بيكون برد شويه، وهيكمل كده بقى لحد الصيف. لحد الصيف انت متفائل قوي، هنشوف اكيد، هنبقى بنتابع معاكم يوميا. برحب بحضراتكم مره تانية، وخلونا نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا معاكم جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد، وبتستمر الكثافات المتقطعه حتى لو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، وبتفضل مكمله معانا لحد ميدان العباسيه ومسجد النور. بعد كده كثافات امام جامعه عين شمس، ده بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. بالنسبه لطريق الاوتوستراد للقادم من مناطق حلوان الى المعادي والمقطم، في سيوله مريه كبيره. كذلك الامر انتظمت حركه مروريه للمتجه الى منطقه بين الجبلين وصولا الى 15 مايو. في سيوله مريه كمان للمتجه الى شارعي عباس العقاد، لكن ظهرت سيوله مريه بطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا الى القلعه. عند النفق الملك الصالح وتقاطعه مع الكورنيش في انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان. في بعض الكثافات ظهرت على كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، وظهرت برضو بعض الكثافات على مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة. الكورنيش من المظلات إلى منطقة وسط البلد في كثافات مرية متحركة، نفس الأمر في الاتجاه المعاكس. لكن من جانبها واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط المروري ورفع أي معوقات بالطريق، وكمان الحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين. ودفعت إدارة المرور بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق، وأيضا الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطريق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث. هنروح معاكم للجيزة. في سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه إلى ميدان لبنان. بيشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان كثافات مرورية، لذلك بينصح بسلوك محور رود الفرج. كمان عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وظهرت كثافات متحركة بمحور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان. بيفضل التوجه العرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. شهدت الكباري الرئيسية الرابطة بين القاهرة والجيزة انتظام حركة المرور أعلاها في كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو وكوبري عباس ومحور 26 يوليو وميدان لبنان وجميع طرق مدينة 6 أكتوبر. طريق المحور القادم من أكتوبر في بعض الكثافات المرورية المستمرة حتى نادي الزمالك، لكن الطريق المعاكس بيشهد سيولة مرورية المتجه إلى أكتوبر. الطريق الدائري المتجه إلى أكتوبر في سيولة مرورية، نفس الأمر للطريق السياحي.
ونروح معاكم لمحافظه الاسماعيليه، هنجد ان طريق عثمان احمد عثمان الرابط بين الجامعه والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيوله مريه ما عدا بعض الكثافات المتحركه واللي ما بتاثرش على حركه السير السيارات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيوله مريه حتى مبنى المحافظه والجامعه، اما الطرق المتجهه الى الاسماعيليه فيها سيوله مريه، خاصه الطريق الصحراوي من القاهره. لكن طريق الاسماعيليه الزراعي القادم من الزقازيق في بعض الكثافات المريه لكنها متحركه. ونروح معاكم لمحافظه سوهاج، هنبدا فيها من محطه قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبيه. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي فيه سيوله مريه، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعه سوهاج، وفي كثافات مريه غير مؤثره وبتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان على الحالة المرية، خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 29، وأقل درجة حرارة في كاترين 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. رحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا نبدأ معاكم أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لشودونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، واللي بتنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، أيضا في التوقيع اللي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة من 2024-2027. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. رئيس الوزراء قال أنه مبادرة حياة كريمة بتقوم بدور كبير في تطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين في القرى. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لشودونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. شهد اللقاء تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو اللي بتنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع اللي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027. أيضاً شهد اللقاء تباحث معمق بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وتم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية اللي بتصل لحد المجاعة في القطاع، وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات براً وجواً لإغاثة أهالي غزة. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري لما تمثله من دور واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين في القرى المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه. ولذا فإن الدولة بتولي اهتمام بالغ بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات هذه المبادرة وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى مصر، وأكد رئيس الوزراء الحرص على تذليل كافة التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في خوض مجال الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين في القطاعات المستهدفة وفق الأولوية اللي بتمنحها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة اللي أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا للتقاعد في الأول من يناير عام 2024،
وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري اللي صدق على منحه ليهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وده على مدار عدة أيام. أيضاً تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق وتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية المجانية على المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. أما بالنسبة لأبرز أخبار المحافظات، ففي محافظة المنوفية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان في شبين الكوم. في كفر الشيخ تم تحصين 70,000 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية. أما في بورسعيد فتم افتتاح المعرض السنوي للأسر المنتجة، وفي اسكندرية كمان تم تنظيم قافلة طبية موسعة معروفة باسم بشاير الخير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية واللحوم بجوار مبنى ديوان عام المحافظة بحي غرب شبين الكوم، وده في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة تحصين 63,930 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وتحصين 7,000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وده في إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين. في الأليوبية نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية المنايل بالخنكة، وتم الكشف خلالها على 1177 مواطن مجاناً من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات. في بورسعيد افتتحت المحافظة معرض الأسر المنتجة المقام بمديرية التضامن الاجتماعي ضمن المعارض المقامة سنوياً لدعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية ودعم الصناعات اليدوية للمرأة. وبيضم المعرض منتجات يدوية مقدمة من 26 عارضة لمنتجات يدوية وحرفية صنعت على أعلى مستوى. في البحر الأحمر اختتمت القافلة الطبية المجانية لأمراض العيون أعمالها واللي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر واستمرت على مدار 4 أيام. قدمت القافلة الطبية الكشف الطبي على 1314 حالة بمدن الغردقة والقصير وسفاجة في أمراض العيون. في الأقصر شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر تحليق 35 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 800 سائح من حول العالم وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. في الإسكندرية أعلنت مديرية الصحة عن تنظيم قافلة طبية بمنطقة بشاير الخير بتضم 8 تخصصات مختلفة، البطنة والأطفال والنساء والجراحة والعظام والرمد، بالإضافة لتنظيم الأسرة والأسنان. وبيتم الكشف وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لإجراءات متقدمة للمستشفيات لاستكمال العلاج واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه نظراً للقيام بأعمال تطهير الخزان الأرضي والمرشحات بالمحطة القديمة هتكون المياه ضعيفة بمدينة الوسطى بسبب توقف المحطة، وده اليوم الاثنين لمدة 12 ساعة اعتباراً من 8 صباحاً حتى 8 مساءً. مشاهدينا فقرتنا لسه مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحاً، أما دلوقتي فهنروح لفاصل سريع نرجع نكمل معكم باقي فقرتنا. استنونا. طبعاً ما فيش عظمة بعد كده يا جماعة. يما الأمر طبعاً من ألحان الموسيقار العبقري العظيم المجدد
في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، صانع نجوم الموسيقار الكبير محمد الموجي. النهاردة احنا بنحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاده. على مدار الحلقة طبعا هيكون معانا مقاطع من الأغاني اللي هو قام بتلحينها لكبار المغنيين، تعامل مع كل المطربين تقريبا، يعني هو واحد من أبرز الملحنين في مصر والوطن العربي، وله إسهامات فنية بارزة في تاريخ الأغنية، وقدم أعمال مهمة جدا مع عدد كبير من المطربين. يا جماعة طبعا كانت أول أعماله أغنية صفيني مرة العندليب عبد الحليم حافظ، وأعمال تانية كتير جدا بعدها كمان لحن لأم كلثوم أغنية اسأل روحك والصبر حدود، أما كمان المطربة نجات عيون القلب من أحلى أغاني نجات، وغير بقى كده أغاني كتير أكتر من 1500 لحن. خلينا نروح لحضراتكم هذا نشوف هذا التقرير عن الملحن الكبير محمد الموجي، نعرف المحطات الفنية في حياة الموسيقار محمد الموجي، ونرجع لحضراتكم على طول. يا قلبي خلي ليبان عليا ويشوف حبيبي دموع عينيا، غدرك بيا أثر فيا وتغير شوية. تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار محمد الموجي الذي يعد من أبرز الملحنين في مصر والوطن العربي، له إسهامات فنية بارزة في تاريخ الأغنية، حيث تميز بحرصه الدائم على التجديد في الموسيقى مما جعل أغانيه تعيش معنا حتى وقتنا الحاضر. ولد محمد الموجي في الرابع من مارس عام 1923 بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على دبلوم الزراعة عام 1944، ثم عمل في عدة وظائف قبل أن يتجه إلى عالم الفن مدفوعاً بحبه الشديد للموسيقى والغناء، ليبرز اسمه بشدة في مجال التلحين. أنا ما حدش علمني العود، باعتبار أن العود كان موجود في البيت دايماً، فكنت أسترق بعض الوقت وأمسك العود كده بإيدي كده أحاول، وكان العود ما ينزبطش، فخلي والدي بالليل يزبط العود ويخليه، أو ما أجيب الألم الكوبية، وعشان خاطر الأوتار بتنزل فلازم أشدها تاني. كانت أول أعماله أغنية صافيني مرة التي غناها عبد الحليم حافظ، وقدم مع العندليب 48 لحناً. تعاون الموجي مع العديد من كبار ورموز الأغنية في مصر والوطن العربي ليسجل في تاريخه أعمال مع كوكب الشرق أم كلثوم، ومنها اسأل روحك وللصبر حدود، كما تعاون مع المطربة نجات في أغاني منها عيون القلب وحبيبي لولا السهر وإيه هو ده. التقى محمد الموجي مع المطربة وردة في أغنيتها الشهيرة أكدب عليك، وأيضاً أهلاً يا حب ويا قلبي يا عصفور، ليلتقي كذلك بالمطربة صباح في أغنيتها الشهيرة الخفيفة الراجل ده هيجنني والغاوي، وأغنيتها الوطنية سلمولي على مصر، كما تعاون مع فايزة أحمد في يما القمر على الباب ويا تمر حنة. يا تمر حنة يا تمر حنة خلت بينا وبعدت الورد كله كسل جناين، وش معنى انت اللي شرده منك. خلال مسيرته الفنية حصل الموجي على تكريم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965، وعلى وسام العلم ووسام الاستحقاق من الرئيس الراحل السادات عام 1976، بالإضافة إلى حصوله على شهادات تقدير من الرئيس الراحل حسني مبارك وعلى أوسمة ونياشين من أغلب ملوك ورؤساء الدول العربية. توفي الموسيقار محمد الموجي يوم الأول من يوليو عام 1995 بعد أن ترك إرثاً فنياً ضخماً من الألحان الخالدة. كامل الأوصاف فتني والعيون السود خدوني من بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء.
في شبورة مائية صبحة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بأهية الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وسندينا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا الاحوال الجويه اليوم مستقره بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، تعتبر درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه مثل هذا الوقت من العام او اعلى من المعدل بحوالي درجه، لان اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 23 درجه مئويه خلال فتره النهار. هنلاقي في زياده الفترات بتوع اشعه الشمس خاصه في المحافظات الداخليه، لكن المناطق الساحليه طبعا هتكون عليها الاجواء فيها سحب منخفضه متوسطه هتحمي جزء من اشعه الشمس، لان اليوم ايضا متوقع ان يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من السواحل الشماليه للبلاد اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط على فترات متقطعه من اليوم، لكن في مجملها كلها امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه هنلاحظها في اماكن والاماكن الاخرى لا. الطقس فتره النهار هنحس ان هو طقس شتوي دافي تماما في معظم المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه الوجه البحري القاهره الكبرى شمال الصعيد، طقس مائل للحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ده فترات النهار. فترات الليل طبعا مع غياب اشعه الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، هنلاحظ فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بيتجاوز 10 درجات في القاهره الكبرى، وبعض الاماكن الاخرى زي محافظات الصعيد بيتجاوز 15 درجه مئويه. هيظل طقس فتره الليل طقس بارد في اغلب الانحاء ويمكن كمان المدن الجديده الاماكن المفتوحه المحافظات اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير تحس بالبروده اكثر من المحافظات الداخليه. كمان اليوم طبعا تكونت شفوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وادت انخفاض في الرؤيه الافقيه على الطرق، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا ساعه بالكثير وهتبدا الشفوره المائيه تختفي تماما من على اغلب الطرق، تبدا الرؤيه الافقيه تتحسن. الشفوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا على مدار هذا الاسبوع. بالظبط على مدار هذا الاسبوع كله الشفوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير، وطبعا بتاثر على الرؤيه الافقيه على الطريق. فرص الامطار موجوده معانا ايضا على مدار هذا الاسبوع، لكن في مجملها كلها امطار خفيفه على السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري، مش هتمتد للمناطق الداخليه ومش هتاثر ايضا على اي اعمال انشطه يوميه. بكره ان شاء الله متوقع الثلاث يكون في ارتفاع. لسه كنت اسال حضرتك هل يكون في ارتفاع خلال الايام اللي جايه ولا هنستمر في هذه الدرجات؟ هو اللي عندنا الثلاث والاربع هيكون في ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحراره، وخاصه يوم الثلاث احنا متوقع جدا العظمى على القاهره الكبرى تكون 26 درجه مئويه، الاربع تكون 24 درجه مئويه، ومره اخرى تعود للمعدلات اللي هي 22 درجه مئويه فتره النهار. فهيكون في ارتفاع مؤقت، لكن خلاص احنا نتعود في الفتره دي بعد شهر ثلاثة ان المعدلات خلاص بدرجات الحرارة ازيد من ال 20 درجة مئوية، او يعني المعدل الطبيعي 22 درجة مئوية. اغلب الايام هنكون حول المعدل او اعلى من المعدل. الفترة دي كمان بيحصل فيها تذبذب كبير في قيم درجات الحرارة، يعني ايام هنلاقي فيها ارتفاعات ملحوظة، ايام هنلاقي فيها انخفاضات في قيم درجات الحرارة. فمهم جدا بننصح كل السادة المواطنين استمرار ارتداء الملابس الشتوية، عدم الانخداع بالجو الدافي فترة النهار، لان ما زالت فترات الليل طبعا فيها برودة، تجنبا لنزلات البرد نستمر في ارتداء الملابس الشتوية حتى تنخفض قيم درجات الحرارة. القيادة طبعا تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع الشبورة المائية، وطبعا نتابع النشرات الجوية بسرعة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 23، الصغرى 15، العاصمة الإدارية 23-15، اسكندرية 21-13، العلمين الجديدة 21-13، مطروح 20-12، دمياط 21-13، بورسعيد 21-13، اسماعيلية 24-12، السويس 23-13، العريش 22-12، كاترين 19-2، طابة 21-13، حلايب 25-18، شلاتين 27-18، شرم الشيخ 27-16، الغردقة 26-16، الفيوم 24-11، بني سويف 24-11، الوادي الجديد 27-9،
أسيوط 25/10، سوهاج 25/11، قنا 27/13، الأقصر 28/13، وأخيرا أسوان 29/14. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، ما زالت الأجواء دافئة ومشمسة، وغدا هيكون في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يمكن بقيم تتراوح 2 لـ3 درجات، لكن نخلي بالنا إن في الليل الجو بيكون بارد جدا على أغلب الأنحاء. خلونا نرجع مرة تانية لشاذل وجمان عشان نكمل معك فقرة صباحية مصر. شكرا لك دي. شكرا لك. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوريات الاوروبيه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي براين سلوت، وبيناقش الجانبين خلال اللقاء اللي بيعقد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة علاقات التعاون بين مصر وهولندا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة للقضايا الإقليمية والدولية الآنية وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة. النهاردة لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 27 من عمر المسابقة، هيلتقي أرسنال مع شيفيلد يونايتد في 10 مساء. ولعشاء الكرة الأسبانية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في ختام الجولة 27 من عمر المسابقة، هيلتقي أوساسونا مع ألافيس في 10 مساء. أما عشاء الكرة الإيطالية فموعدهم النهاردة مع مباراة قوية في ختام الجولة 27 من عمر المسابقة، هيلتقي أنتر ميلان مع جنوا في 10 مساء. دايما الناس اللي ضغطها عالي الدكاتره بتنصحهم ان هم ما ياكلوش حاجه فيها ملح، او يبتعدوا قدر المستطاع عن ان هم المخللات بقى والحاجات اللي فيها الملح. لكن في دراسه جديده قالت انه اللي احسن من تقليل الملح هو تناول الموز، واعتبرت ان الموز اعتقد عشان الصوديوم. انا اعتقد انه عشان الصوديوم. يعني عامه الدراسه بتقول ان الموز اكثر فاعليه في خفض ضغط الدم. خلينا في تفاصيل هذه الدراسه اكتر من دكتور جميل نصر رئيس قسم القلب جامعه قناه السويس. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، اهلا بيكي معانا. صباح الخير يا مصر. اهلا اهلا، صباح الخير يا مصر، وصباح الخير من الاسماعيليه، وانا سعيده جدا ان انا معاكم وبقول صباح الخير عليك يا مصر. يا دراسه لطيفه جدا، بس انا عايزه اقول احنا اتخضينا بس يا دكتور والله. يعني لا ما تتخضيش، ما تتخضيش خالص. هو طبعا احنا في الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب كانت حطت بتقول مواصفات الانسان السليم، فحطت معادله لطيفه جدا من ضمنها الفاكهه. ايه المعادله دي؟ 0-3-5-140-5-3-0. 0 ده للتدخين، 3 ماشي 3 كيلو يوميا او 30 دقيقه 4 ايام في الاسبوع، 5 5 قطع سلطه او فاكهه يوميا. ودي مهم قوي تكون الوان مختلفه، هنقول 5 قطع سلطه او فاكهه يوميه. 140 ضغط الدم يكون مظبوط، 5 و3 ارقام دخول النظام الاوروبي، وصفر لا للسمنه ولا للسكر. ايه 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 نظام دخول النظام الاوروبي ده يا دكتور؟ ده لا دي كانت معادله حطاها للوقايه جماعه الاوروبيه الامراض اللي انا قلتها دي دلوقتي. اه ان غير التدخين والمشي واكل 5 قطع سلطه او فاكهه يوميه، الوان مختلفه، ضغط الدم يكون مظبوط، الدهون مظبوطه، وطبعا لا للسكر ولا للسمنه. احنا بقى هندخل من ده المدخل على الانتي اوكسيدنتس او ضد الاكسده، من ضمنها الفاكهه والسلطه. طيب يبقى بالتاكيد ان هي نمط حياه صحي. لما بنقول نمط الحياه الصحي في الاكل، احنا بنقول لا للملح. واحنا طبعا استخدام المصريين للملح يعني ضعف الاستعمال العالمي، وده مهم قوي نحطه في الاعتبار. هو مش الملح يا دكتور بقدر ما هو المخلل، يعني هو اعتقد انه استخدامنا في الملح طبيعي، لانه اكيد مش هناكل اي حاجه مثلا. اتفضلي. اقول لك حاجه ظريفه جدا. اتفضلي يا فندم. احنا دلوقتي الاحساس بالملح اللي احنا بنحطه في الاكل، والست المصريه بتحطه لاهل بيتها، ده لا يتعدى 6 أو 10%، وده بنسميه الكونشس صوت. لكن الاخطر من كده الملح اللي موجود في الوجبات الجاهزه، الملح اللي موجود في المطاعم، الملح كمان اللي موجود في يعني الوجبات الجاهزه، فاحنا بنقول خلي بالنا من الملح. طب دكتور في كمان، خليني اسال حضرتك بقى، من حضرتك تطرقتي لانواع الملح بقى، في
في انواع ملح حتى يقال ان الموجوده في السوبر ماركت مش هي دي انواع الملح الصحيه، في انواع ملح اخرى صحيه اكتر ممكن ما يعني ما تسببش كل هذه انواع كل هذه الاضرار. اتصور ان احنا نستخدم بدائل الملح على قدر ما نستطيع، لان في مصادر للملح موجوده احنا ما بنبقاش لنا دخل فيها. فاتصور نقلل من الملح قد ما يقدر ونشرب ميه كتير. مفيش كلام ان شرب الميه كتير مهم. طيب ايه علاقه الموز بالموضوع بس عشان نفهم؟ الموز بقى الموز ده قصته مهمه قوي، وعايز اقول حاجه ده ليه اساس علمي. الموز طبعا فيه كميه كبيره من البوتاسيوم وفي كميه كبيره من المغنيسيوم وكتير طبعا من المواد الغذائيه الاخرى المهمه، وبالتالي معروف جدا ان البوتاسيوم بكثره بيؤدي الى ان بيقلل ضغط الدم. وده وارد علميا، لكن نخلي بالنا ان الناس اللي عندها مشكله حاده في الكلى نتجنب البوتاسيوم بكثره. فده كلام مهم جدا. وطبعا مش نقعد ناكل بقى في موز طول اليوم، لا احنا نقول مثلا ثمرتين ثمرتين موز في اليوم مقبوله. طب ايه يعني احنا مش هناكل بلا حدود. مش هاخد صباطه لطيفه على فكره. دراسه لطيفه يا فندم والله جدا. طيب احنا برضه يا دكتور يعني بنتطرق لبعض الاعشاب كده عشان نشربها، عندنا معتقد انها بتقلل ضغط الدم، على سبيل المثال الكركديه، دي حقيقه ولا لا؟ وفي فرق بين الكركديه السخن والكركديه البارد؟ بصي بقى لا فرق بين الكركديه السخن والكركديه البارد، ده كلام ملوش اساس علمي بالاساس. لكن بعض الدراسات يعني قالت ان في نوع اللي احنا بنقول انها ممكن تقلل ضغط الدم، في بعض الدراسات نفت هذا الكلام. لكن انا عايز اقول ان احنا ما فيش مانع ان احنا ناكل نشرب كركديه وبس، هو طبعا لا يغنينا عن الادويه. طيب مش حاجه اسمها ان انا بكركديه لوحده اعالج ضغط الدم. طيب بما اننا داخلين على رمضان بقى والعرقسوس وكده، ليه علاقه بالضغط؟ العرقسوس ده بقى انا عايز اقول حاجه، انه الشرب الكثير منه بيرفع الضغط. واحنا نتجنب طبعا لمريض المريض الضغط ارتفاع ضغط الدم انه ياخد كميه كبيره جدا من العرقسوس، كميه قليله تكفي. شكرا جزيلا يا فندم دكتوره. شكرا لحضرتك دكتوره جميله ناصر رئيس قسم القلب بجامعه قناه السويس. صباحك زي الفل يا فندم، شكرا ليك. صباح الفل. طيب نروح مع حضراتكم لموضوع اخر. وامبارح تم الاحتفال بفوز ثلاث باحثات مصريات بمنحه برنامج لوريال يونسكو من اجل المراه في العلم العام 2023. هذا البرنامج بيتم تنظيمه بالشراكه مع اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب اليونسكو في القاهره. برنامج لوريال يونسكو المرأة في طريق العلم. البرنامج ده واللي بتدعمه منظمة اليونسكو العالمية واللي بقالها أكتر من 25 سنة بتكرم السيدات اللاتي يعملن في المجال العلمي في شتى مجالات العلم المختلفة. النهاردة للسنة السادسة في مصر معانا تكريم للسيدات المصريات واللي فاز منهم ثلاثة في العام الماضي واللي بيكرمنا في حفل اليوم. برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم بيقدم دعم مادي أول حاجة، وطبعاً أي بحث علمي محتاج الدعم المادي عشان تقدر تحقق البحث بتاعك يعني. تاني حاجة بيقدم لك شبكة تواصل مع باحثين وباحثات داخل مصر وخارج مصر، وطبعاً البحث العلمي أهم حاجة فيه هو العمل الجماعي، فأنت عمرك ما توصل أو تحقق حلمك من غير العمل الجماعي، فإنك تقدر تتواصل مع باحثين وباحثات داخل وخارج مصر ممكن يبقى في جهاز أنت محتاجه يبقى متوفر في مكان تاني تقدر تتواصل معاهم ويساعدوك انك تحقق الاختبار دوت يعني. ببساطه هي عباره عن دمامه لمعالجه حروق الجلد من الدرجه الثانيه للدرجه الثالثه، وهي بتحاكي كفاءه قشر السمك البلطي ان اثبت في اخر 10 سنين في اكثر من 200 بحث ان قشر السمك البلطي فيه بعض الفيتامينات والبروتينات المعينه يعني بتساعد على التئام الجروح وان الجلد يرجع لشكله الطبيعي في وقت قصير.
شغلي مينلي على السرطان الثدي وسرطان الثدي بشكل دقيق للسيدات اللي أقل من 40 سنة أو الفتيات، لأن الناس السيدات اللي بيبقى يجيلها سرطان الثدي في الفئة العمرية دي بيبقى شرس جداً، وبيعرفوا المرض بشكل متأخر، التشخيص بيحصل على طول بشكل في وقت متأخر. فأنا بحثي مينلي بيركز على إن إحنا نحاول بشكل دقيق جداً نشوف دلالات أورام بتبقى مخصصة لهذه الفئة العمرية، لأن هم فعلاً عندهم بيولوجية في الورم غير خالص السيدات الكبار اللي بيبقى عندهم سرطان الثدي هم أكتر من 40 سنة. فبالتالي نعرف نكتشف بشكل مبكر، وفي نفس الوقت يبقى إجراء غير جراحي، لأنه إجراحة في السن ده بيبقى عبء كبير قوي على الفتاة أو السيدة في السن ده. لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم هو تحدي كبير إن أنا فعلاً أفوز بهذا اللقب، والحمد لله إن أنا فزت بيه السنة دي بعد 5 سنين من حصولي على الدكتوراه، لأنه برنامج فريد من نوعه، وفي نفس الوقت بيدينا فرصة للنتوركينج، أو يبقى فيه شبكة من العلماء المتفردين أو المتميزين في كل أنحاء العالم في مجالاتهم، إنه يبقى فيه سبل تعاون ما بينهم. فدي بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. البحث بتاعي عن القسطرة الوردية، هو سطح القسطرة الوردية ده بيبقى عرضة ان هو يتكون عليه بكتيريا، والبكتيريا بتعمل حاجة او بتعمل غشاء حوالين نفسها ما يسمى بالبايوفيل، وده بيخليها مقاومة للمضادات الحيوية المختلفة. 88% من المرضى اللي بيدخلوا المستشفيات وبيتركب لهم قسطرة وردية بيبقى عرضة ان هم يحصل لهم او يبقى عندهم عدوى بكتيرية نتيجة القسطرة دي، فبضطر ان احنا نغيره كل يوم او كل يومين ثلاثة، وده بيبقى طبعا عبء اقتصادي وعبء نفسي على المريض ان هو بيبقى تعبان من الموضوع ده. فانا بحاول ان انا اغطي سطح القسطره الوريديه ده بمضادات حيويه بس بشويه تعديلات فيها، بحيث ان هي تمسك على سطح القسطره، تقعد وقت اطول، تمنع البكتيريا ان هي تتكون على السطح، فبالتالي ان هي وتزود من فعاليه طبعا، فبالتالي ان انا لما اركب للمريض القسطره الوريديه يقدر يقعد بالقسطره دي فتره اطول، ما اضطرش ان اغير له كذا مره، ودي حاجه بتضايقه. وفي نفس الوقت تبقى ده يتخفف العبء الاقتصادي ان انا كل شويه هضطر ان انا اجيب قسطره ورديه كل شويه. البرنامج ده ونتيجه ان هو بقاله 6 سنين في النسخه المصريه، خرج حوالي 15 باحثه مصريه، والسنه دي الحمد لله بتشرف انه انا من ضمن ال 18 في النسخه السادسه. والحقيقه ان هو بيعمل فعلا دعم كبير جدا للباحثات المصريات في مصر، سواء دعم مادي بيوفر لهم منح ان هو يقدروا يكملوا البحث بتاعهم، دعم فني بحيث ان هو بينمي المهارات الشخصيه الخاصه بالباحثات، ودعم علمي ان احنا بنتعرض وبنشوف مؤسسات وشبكات بحثيه مختلفه نقدر ان احنا نعمل تعاون ما بيننا وما بينهم سواء في مصر او بره مصر، فده بيزود من فرص ان احنا نحقق هدفنا في البحث العلمي. وزارة الزراعة قررت صرف 307 مليون جنيه كتمويل جديد لدعم المشروع القومي للبتل، وهذا التمويل هيستفيد منه حوالي 426 شخص من صغار المربين وشباب الخريجين، وبكده يصل إجمالي ما تم تمويله للمشروع أكتر من 8 مليار. عايزين نعرف تفاصيل عن هذا الموضوع، معنا على التليفون دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ جمانه، كل عام حضراتكم ومصر بكل خير. يا اهلا بيك يا فندم حضرتك. طيب ايه اخر ما توصل اليه هذا المشروع، اجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن المشروع القومي للبتل بدا في منتصف 2017 بمبلغ مخصص للتمويل فقط 100 مليون جنيه. احنا النهارده بنتكلم في ما تم تمويله واقراضه اكثر من 8 مليارات و 572 مليون جنيه. استفاد منا عدد من شباب الخريجين وصغار المربيين والسيدات في كرة مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة لأكثر من 43,500 مستفيد، وده لتربية وتسمين ما يزيد عن 505,000 فرع. يمكن بدأ المشروع القومي للبتلو في منتصف 17 بالهدف الأساسي منع ذبح العجول في أوزان صغيرة اقل من 100 كيلو جرام، فقط بتديني كميه من اللحوم 30 كيلو جرام، وبضوابط وقرارات وزاره الزراعه منع ذبح العجول في هذا العمر والتسمين الى 400 كيلو جرام على الاقل، فاصبحت نسبه التصافي اكثر واصبحت كميه اللحوم اعلى.
بدأنا فقط في الأبقار والجاموس في منتصف 17 المحلي، في 2020 تم إضافة الأجول المستوردة عالية الإنتاجية سريعة النمو، ودي قيمة مضافة، لأن حضرتك عارف إن هنا معدلات الزيادة الوزنية بتاعتها بتعادل تقريبا ضعف معدلات الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية، وبالتالي فترة التسمين قصيرة الأجل فقط 6 أشهر، وبالتالي الفائدة فقط 2.5% لأنها بسيطة مترابطة. ثم في 2022 كمان تم إضافة العجلات عالية الإنتاجية ثنائية الغرض للمشروع لضخ مزيد من الألبان ومزيد من اللحوم وتوفير المزيد من فرص العمل للمشروع. طيب دكتور طارق، خلينا برضو نعرف السادة المشاهدين شروط وكيفية الاستفادة من هذه المبادرة، لو حد عايز يشترك ويستفيد من هذه المبادرة يتوجه لفين؟ إيه الشروط اللي لازم تكون متوفرة؟ طيب، هي أساسا هذه المبادرة من أجل صغار المربيين، وإحنا بيهمنا التأكد والتأكد من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين، وبالتالي مجرد ان المستفيد بيتقدم لاقرب اداره زراعيه او اقرب بنك زراعي او اهل منه موجود في المنطقه، بتشكل لجنه فوريه بتضم ممثلين عن قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والدجنه والهيئه العامه للخدمات البيطريه والبنك الممول، علشان نتاكد من وجود مكان مناسب للتربيه والايواء والتسمين. ثم بعد كده بيتم الصرف، مجرد ان بيتم اعتماد الصرف، هو طبعا المستفيد ما بياخدش فلوس في ايده ولكن بيستلم الرؤوس من خلال المورد، مجرد ان رؤوس الحيوانات بتصل الى المستفيد بيتم ترسيمها وتحصينها وتسجيلها والتامين عليها في صندوق التامين على الثروه الحيوانيه بقيمه مخفضه، بحيث لا قدر الله حال حدوث اي مشكله للحيوانات بيتم صرف التعويض. الحاجه الثانيه كمان ان يمكن في دكتور طارق في بشكل مكثف كمان بيتم عمليه المتابعات من خلال لجان برضو فيها قطاع الثروه الحيوانيه والدجنه، فيها الهيئه العامه للخدمات البيطريه، وبيتم المتابعات على المستفيدين في مزارعهم لدراسه اي مشكله ممكن تواجه المستفيد حال وجودها، ويتم العمل على تحليلها وتسجيلها فورا في مهداه. حضرتك عارفه اي مشكله في بدايتها في مهداه بيكون حلها جذري وسهل. طيب دكتور طارق، خلال الفتره اللي فاتت الاعلاف سعرها نزل وهينزل كمان خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، ده امتى ينعكس على الثروه الحيوانيه والدجنه؟ لانه المواطنين دلوقتي طبعا مستنين يشوفوا انعكاسات هذه المشروعات وانخفاض اسعار الاعلاف على اللحوم. ممكن حضرتك عارف ان الاعلاف لوحدها بتمثل تقريبا من 60 ل 80% من جمله مصروفات تشغيل وتكاليف انتاج اي مشروع يتعلق بالثروه الحيوانيه والدجنه. مفهوم طبعا. واحنا شفنا ان ملف الاعلاف تم ادارته على اعلى مستوى، وكان فخامه رئيس الجمهوريه بنفسه بيتابعه على مدار الساعه. الدوله المصريه مع البنك المركزي وفرت ودبرت العمله اللازمه للافراجات عن الاعلاف من الذره والصويا واضافات الاعلاف العالقه في المواني اللي تاتي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، سواء كان للدواجن او للثروه الحيوانيه او للاسماك. مجرد ما بيتم الافراج عن هذه الخامات العلفيه بتشكل لجان رقابيه وتفتيش من قبل وزاره الزراعه ومعها كافه الجهات الرقابيه، سواء كانت مباحث التامين او شركه المصفحات، جهاز حمايه المنافسه وجهاز حمايه المستهلك، للاستوصاف من وصول هذه الخامات العلفيه حتى التصنيع وطرحها للاسواق للبيع. اي حجب او تخزين لهذه الاعلاف بتتخذ كافه الاجراءات القانونيه الصارمه حيالها، سواء كان المخالف او المكلف. الاعلاف يمكن الخامات، احنا شفنا الخامات العلفيه تراجعت بنسب تخطي ال 45%، اللي احنا عارفين ان الذره والسوال لوحديها بتمثل تقريبا حوالي 85% من اعلاف الدواجن، حوالي 50% من اعلاف الثروه الحيوانيه سواء كانت المواشي او الالبان، وبالتالي احنا شفنا ابتدت يبقى في تراجع بالتوازي مع اسعار هذه الخامات، وانعكس وهيبان اكثر ان شاء الله على المنتجات اللي هي سواء كانت لحوم او دواجن او بيض او البان. وضحت الفكره، بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنة.
دلوقتي مشاهدينا مع موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو شو دونيو، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح الرئيس السيسي سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية. تستأنف اليوم محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة. يأتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها. كانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في معارك بحي الزيتون ومدينة خان يونس بقطاع غزة. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة عزون شرق مدينة قلقلية شمال الضفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال شرق طول كرم واعتقلت عددا من المواطنين وسط اشتباكات عنيفة مع فصائل فلسطينية. وفي مدينة نابلس تجددت الاشتباكات المسلحة، حيث تم استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية بعبوات محلية الصنع، ما أسفر عن إصابة عدد من جنود الاحتلال. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بجيش الاحتلال، بينهم المتحدث العسكري دانيال هاغاري. وأفادت القناة 14 إسرائيلية بأن الرجل الثاني في طقم هاغاري ماروان كاتس وعددا كبيرا من المسؤولين في نظام المعلومات التابع له قدموا استقالتهم على خلفية العدوان على غزة. وأوردت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة أنباء عن خلافات عميقة بين الحكومة في إسرائيل والجيش بسبب إدارة الحكومة للحرب وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة. يصل اليوم العاصمة اللبنانية بيروت المبعوث الأمريكي أموس هوكستاين لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف التصعيد الصراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل. وأعلن بيان لحزب الله عن تصديه بالأسلحة الصاروخية لمحاولتي التسلل قامت بهما مجموعات راجلة إسرائيلية في وادي قطمون بالجنوب، وأصابوها بإصابات مباشرة. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضرتكم من جديد. خلينا نروح معاكم دلوقتي مدينة العلمين اللي بتشهد الآن فعاليات سباق الهيجن اللي بيشارك فيه حوالي 790 متسابق من عشاق هذه الرياضة من مختلف المحافظات. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في هذا التقرير ونرجع لحضرتكم على طول.
انطلقت فعاليات مهرجان سباق الهيجن بالعالمين بحضور كثيف من ملاك الهيجن من كل المحافظات وجمهور متابعي السباقات وسط منافسة مثيرة بين ملاك الإبل على أرضية مضمار سباقات الهيجن بالعالمين، وحيث انطلقت الأشواط باستخدام الراكب الآلي الذي يتحكم في قيادته المدرب عن بعد. السباق ينظمه الاتحاد المصري للهيجن بدعم من اتحاد سباقات الهيجن بالإمارات، ويشارك فيه نحو 790 جملاً من محافظات سيناء والصعيد والقناة ومحافظات مطروح والوادي الجديد، بالإضافة إلى مشاركات من ملاك هيجن من القاهرة والجيزة والشرقية. ويقام السباق على فترتين صباحية ومسائية ويتجدد مع أشواط الختام. شارك في انطلاقة السباق ممثلون عن الاتحاد المصري والإماراتي لسباقات الهيجن وأعداد كبيرة من ملاك الإبل من كثير من المحافظات، حيث إن السباق مقسم ل 32 شوطاً بينها شوطان بالراكب البشري وبقية الأشواط بالراكب الآلي. واكتمل وصول الهيجن المشاركة في السباقات لميدان العالمين قبل يومين، وهي من الإبل المملوكة ل 25 قبيلة من محافظات مصر، وقد تم تقديم الدعم والرعاية لهم لتشجيع الهجانة على تربية الإبل وتحسين مستواها، حيث يعد هذا السباق تنشيطياً ضمن سلسلة السباقات التنشيطية التي تنطلق على أرضية ميادين سباقات الهيجن بعموم محافظات مصر، ويحصل كل متسابق مشارك من الفائزين على جوائز مالية تشجيعية. احنا معانا دلوقتي على التليفون الدكتور حمد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهيجن. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الفل عليك يا فندم وعلى كل متابعيك الافاضل. يا اهلا بيك يا دكتور حمد. اهلا بيك. دكتور في البدايه لو حضرتك توضح لنا ايه اكتر الفعاليات اللي كانت موجوده في سباق الهيجن في مدينه العالمين. فندم الجمال ان الدوره دي تحديدا كان في عدد من المتسابقين من مطروح، كان عدد كبير جدا. طبعا الانسان دائما عدو ما يجهل. في الاول لما عملنا البطوله اول مره من حوالي 3 سنوات كان إقبال بسيط جدا من هجانة وهجن محافظة مطروح، لأن طبعا الرياضة غير معروفة، يعني معروف في روسيا، معروف سباقات أخرى، أنشطة أخرى رياضية، لكن الهجن كانت بالنسبة لهم غريبة شوية، لأن الهجين الموجود في مطروح أو الجمال اللي موجودة في مطروح جمال حليب وأحمال أكثر منها جمال سباقات، يعني مش مهجنة ومش ضخمة زي اللي هي بتيجي من سيناء. بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع الإهداء الذي قدمه الشيخ محمد بن زايد، قدمه للسيد رئيس الجمهورية، عبارة عن 5 من الفحول الجمال اللي كانت حاصلة على مراكز أولى في دولة الإمارات، كانت إهداء. عملنا عملية يعني تخصيب أو عملية تجنيس من ما بين الجمال القوية دي وجمال ونوق مطروحية، أفرزت إن شاء الله نتائج كويسة، وحاليا بدأ أغلب شباب مطروح يشترون يعني جعدان أو بكرة أو بكار أو جمال من سيناء ويدخلوا بها السباق. يمكن الأشواط اللي دائما بينوه عنها بأن هي بالراكب البشري، لأن احنا طبعا هنا ما زلنا في مطروح الراكب الآلي لم يدخل بقوة، لم يتعرف عليه، يعني حتى في مصر أخذنا فترة طويلة وإحنا ما كناش أصلا مقتنعين بالفكرة لغاية لما دخلت إجبارا، لأن طبعا هي عالمية وكانت منظمة حقوق الطفل أصلا منعت علينا أن احنا نستخدم الراكب البشري. فده شيء، يعني أول ميزة زي ما حضرتك تفضلت أن في إقبال كبير جدا. في بحول الله سباقات أخرى هتبقى عن المحارب، يعني عن النوق اللي هي بتفرز حليب اكثر، عدد اكثر، اللي جايبه كم كيلو، اللي جايبه، عملناها قبل كده في العالمين وكانت جوائزها رئاسيه دوليه. السباق التنشيطي اللي هو السباق يعني تقدر تقول كده اقل من السباق الرئاسي، حتى جوائزه بتبقى اقل شويه، لكن فيه اقبال غير ما يقام حوالين السباق. تجد الباعة قائلين انا فوجئت بحد عامل معرض سيارات وبيع وايجار وبتاع في داخل، وهم يومين، يعني احنا كنا 2 و3 مارس، لكن كان في اقبال غير عادي وفي رواق غير عادي، وفي كانك انت في رحله خلويه في زرده، خيام منتثره جنب المضمار، والناس في تواد وتراحم وتعارف وشعر واشياء كثيره جدا. طيب دكتور حمد، حضرتك تحدثت انه هذه الدوره مختلفه عن الدوره السابقه. نعم. تقريبا عدد المشاركين في هذه الدوره قد ايه ومن اي محافظات؟ نعم، الدوره دي العدد يمكن اقل بالنسبه للعدد، احنا كنا بنوصل 1000 1200 في المرات السابقه متسابقين.
الدورة دي وصلنا 550 متسابق، يعني ما يزيدوش عن كده. والمحافظات المشاركة كل المحافظات ذات الخصوصية، يعني احنا معنا من الوادي الجديد، معنا من البحر الأحمر، معنا من سينتين الشمالية والجنوبية والإسماعيلية والسويس والشرقية. ومعانا أيضا يعني كان بدأت محافظات أخرى تدخل معنا في الموضوع زي الأقصر، بدأت منها مشاركات، يعني تقدري تقولي حوالي ما يقلش عن 15 محافظة تقريبا شاركوا في هذه البطولة. طيب دكتور حمد، هو من الطبيعي ان عدد المتسابقين يزيد، هل عدد المتسابقين قل مثلا لظروف معينه، هل لان المضمار يومين بس؟ عايزين نعرف منك التفاصيل. لا، هو غالبا المضمار اصلا في كل بطولاتنا بنعمله يومين، تمام، سواء في جنوب سيناء او في، لكن انا عاوز اقول حاجه، ان في حاجات اصلا فنيه ما يعرفهاش الا مربي الهجن، يعني معلش مع احترامي، في توقيتات ما ينفعش تطلق فيها الجمل للسبع، بيبقى فتره تزاوج، بيبقى فتره راحه، بيبقى فترات معينه. تمام. ناهيك على ان اصلا الاعلان عن البطوله كان جاي في توقيت برضو احنا داخلين على شهر رمضان. لو في موسم بقى يا فندم احنا ممكن نبعد عنه، سواء موسم بقى التزاوج او شهر رمضان كده، نبعد عنه قدر الامكان عشان نسمح لاكبر عدد من المتسابقين ان هم يشاركوا في مضمار الهجن. ده بيحصل وبنرعيه تماما، لان طبعا احنا اول، يمكن انا من مؤسسي الاتحاد اصلا، الاتحاد المصري للهجن من 2002، يعني 22 سنه. اول بطوله كنا عملناها في سيناء الشماليه، ربنا ان شاء الله يهدي السر فيها وتبقى مستقره تماما، يعني كان فيها سبق الاول وكان اول نادي اقيم فيها. فحاليا بدات شرم الشيخ تخطف الابصار، وطبعا المضمار بتاعها اروع من الروعه، يعني وانت في المدرج كده قدامك خليج العقبه وقدامك الابداع والمنظر الجميل. ومحافظ جنوب سيناء للامانه طور الموضوع، عمل فيه سفاري وعمل فيه خيول وعمل فيه اشياء كثيره جدا. اتمنى ان احنا في مطروح ايضا نعمل ده. احنا في مطروح لغايه الان ما فيش مبنى، ما فيش مقر، هو عباره عن مضمار فقط وخيام تبنى اثناء اليومين دول وينتهي الموضوع. يعني انا اتمنى في المرحله القادمه هيبقى فيه الوجود ده، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك تفضلت ان احنا بالفعل هيبقى في توقيتات معينه نبعد عنها تماما، هتبقى ممنوعه الشغل فيها، لان طبعا ما ينفعش انك انت تبقى مثلا تنفيذي او ممثل عن الاتحاد وتجهل جزئيه زي دي وتفرض على الناس التنقل من مكان الى مكان قريب. لكن الحاجه الثانيه انا اقول لك، لما يكون تنشيطي بيبقى برضه الجوائز اقل شويه، يعني ممكن الجائزه المركز الاول حوالي 2000 درهم، فهنا غير الثانيه بتوصل ل 20 و25 ألف. فبتشجع الناس اكتر ان هي تشترك. يعني كل شكر لحضرتك الدكتور حمد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن. نروح لموضوع آخر ودراسة أخرى. في دراسات بيئية بتقول أن تغير المناخ والاحترار العالمي بيشكل تهديد كبير على التنوع البيئي خصوصا الحيوانات. في دراسة كمان جديدة بتقول أن وحيد القرن ربما لن يكون له وجود في المتنازعات الوطنية الإفريقية خلال 60 سنة إذا تحقق السيناريو الأسوأ للتغير المناخ. طيب عشان نعرف تفاصيل أكتر ونفهم عن الاحترار العالمي اللي بيهدد باختفاء وانقراض عدد من الحيوانات، معانا دكتوره نهى سمير استاذ الهندسه البيئيه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور. يا اهلا بحضرتك. هل بالفعل ممكن تختفي تنقرض بعض الكائنات الحيه بسبب الاحترار العالمي؟ طبعا، يعني هو في تاثيرات كتير على التنوع البيولوجي وعلى الحيوانات اللي موجوده نتيجه سيناريوهات تغير المناخ المتوقعه الفتره القادمه خلال 60 سنه وخلال 100 سنه. وحيد القرن مشكلته خاصة ان هو لا يتعرق، يعني ما فيش عرق منه، محتاج ان هو يبقى فيه بركة مياه يقدر ان هو يعني يبرد نفسه فيها، ومحتاج برضو اشجار كثيفة يقدر ان هو يقعد تحتيها، وبالتالي الحاجتين دول متأثرين جدا بارتفاع درجات الحرارة، يعني شح في ظل شح المياه والموارد المائية اللي موجودة وارتفاع درجات الحرارة والبخر الناتج من البرك والمستنقعات دي، فأكيد في تأثير عليه جدا في أفريقيا. خاصة ان أفريقيا فيها وحيد القرن حوالي 90% من الموجود في العالم موجود في أفريقيا، في كينيا كمان أكثر دول الأفريقية اللي فيها حيوان وحيد القرن يعني. وبالتالي طبعا احنا عندنا تاثير جامد جدا على الحيوانات خاصه وحيد القرن. طيب دكتور، واحنا نتكلم خلال 60 سنه او 100 سنه، بالمناسبه ده يعتبر مش وقت كبير قوي، يعني بالنسبه للدراسات والتوقعات المتعلقه بالبيئه والمناخ وما الى ذلك، عايز اعرف من حضرتك تقريبا يعني توقعات ارتفاع في درجات الحراره خلال 60 سنه دي قد ايه؟ أو إيه التوقعات في خلال 60 سنة دي المتعلقة بالمناخ؟
هي السيناريو اللي هو المعقول شويه، اللي هو فيه درجتين مئويه زياده 2.4 درجه مئويه. السيناريو السيء جدا هو زياده 4.1 درجه مئويه. في خلال لو زاد 4.1 هينقرض وحيد القرن، هيبقى وجوده صفر. يعني ده تاثير سيء جدا على التنوع البيولوجي وعلى الحيوانات كلها، مش وحيد القرن بس، على الافيال وعلى الحيوانات الاخرى. السيناريو اللي هو المعقول اللي ممكن احنا نتعامل معاه او نعمل معاه تكيف، اللي هو 2 درجه مئويه او 2.4 درجه مئويه. فده اللي احنا بنحاول ان احنا نوصل بخفض الانبعاثات الكربونيه، بتقليلها، بتقليل باستخدام الطاقه الجديده، باستخدام الموارد المتجدده، بحيث ان احنا نقلل الارتفاع، يوصل في حدود، بنوصل في حدود الاثنين وما نزيدش خالص لغايه 4 درجه مئويه. طيب دكتوره، ايه حقيقه انه ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي هيرتفع من 410 جزء في المليون الى 650 جزء في المليون بحلول عام 2100؟ ده معناه ايه وايه خطورته يا فندم؟ ده السيناريو بتاع ارتفاع 2.4 درجه مئويه. ما احنا يعني ده ايه اللي بيزود ارتفاع درجات الحراره؟ هو ارتفاع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون نتيجه استخدام الوقود الاحفوري والنشاط الانساني الصناعي اللي موجود. وبالتالي طبعا في مؤتمر المناخ كوب 27 ابتدينا، وفي كوب 28 ان احنا ناخد اتفاقيات وبروتوكولات على الدول المتقدمه انها اولا تعوض الخسائر اللي موجوده خاصه في افريقيا، اكثر القارات المتاثره بارتفاع درجات الحراره وبالتغير المناخي، رغم ان هم متاثرين ومش مؤثرين. يعني التاثير بس ده يا فندم هياثر على الكوكب كله بقى، يعني المساله مش مساله وحيد القرن او الفيله او حتى الحيوانات التي لا تتعرق، لا ده هياثر على الكوكب كله. بالظبط، في كل النواحي، والنواحي الزراعيه والنواحي الموارد المائيه والانسان وصحته، يعني بيأثر على كله. بس احنا يمكن اللي هم الهشين، يعني الفئه الهشه هي الحيوانات. للاسف الشديد التنوع البيولوجي هو اكثر الفئات المتاثره بالتغير المناخي. يعني دكتور، طيب ده هيخليني ياخدنا لفكره التوازن او البيئه او التنوع البيولوجي بشكل اكبر. ممكن حد دلوقتي هو بيسمعنا يقول يعني ايه اهميه ان حتى لو وحيد القرن انقرض، حتى لو عدده قليل جدا، يفرق في ايه او يؤثر ازاي على فكره التنوع البيولوجي والتوازن البيئي؟ طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى خالق البيئه في توازن بيئي طبيعي بنسبه محدده من الحيوانات ومن الكائنات الحيه ومن النباتات. اي خلل في النظام البيئي ربنا خلقه عليه ده هيسبب كارثه كبيره. يعني هو لو اكتفى في حيوانات معتمده عليه، هو معتمد على حيوانات اخرى، في حيوانات معتمده عليه، وبالتالي هياثر على كل المنظومه البيئيه اللي موجوده، التوازن البيئي الطبيعي الموجود في العالم. طيب زياده معدلات انبعاث الميثان ازاي ممكن نحد من ده؟ هو استخدام الطاقه الجديده اللي هي الموارد الجديده، زي ما احنا بنعمل الحمد لله في مصر، ابتدينا نتعاقد على الهيدروجين الاخضر، على محطات تحليه المياه، على باستخدام الطاقه الشمسيه، على استخدام كل طاقات الرياح، الطاقات الجديده، والتقليل نوصل حتى في كوب 28 هم اتفقوا كل الدول حتى اللي هي منتجين للبترول ان هم يقللوا بنسبه 50% استهلاك الوقود الاحفوري. هو ده اكبر اسباب الانبعاثات اللي موجوده من الغازات الدفيئه. يعني فهي ده اللي احنا المفروض نعمله، وان احنا نفعل كل الاتفاقيات اللي موجوده داخل المؤتمرات المناخ اللي اتعملت. دكتور، بالنسبه للمسارات او الاليات وضع معايير للتنبؤ بالاحداث المناخيه القادمه، طبعا كرد فعل للسلوك البشري، على اي اساس بيتم وضع هذه التنبؤات؟ وكمان هذه الدراسات على اي اساس بتقوم؟ يعني في بنعمل نماذج خاصه بالمناخ بنسميها احنا جلوبال كلايمت موديل، بيطلعها جهه اللي هي المسؤوله عن التغير المناخي، المنظمه العالميه للتغير المناخي، هي IPCC، بتطلع موديل بتشوف بتنبؤ ايه اللي بيحصل في منسوب سطح البحر نتيجه ارتفاع درجات الحراره، ايه اللي بيحصل في الحيوانات المختلفه، بيعملوا دراسات احصائيه خلال فتره، ايه اللي حصل في عدد الحيوانات اللي موجوده، قد ايه انقرضت، قد ايه، وبيتوقع بقى في السيناريو الأسوأ اكثر باستخدام النماذج الرياضيه دي التنبؤات المستقبليه خلال مثلا 60 سنه، خلال 100 سنه، لغايه 2100 ايه اللي هيحصل في العالم. بس بجانب التنبؤات يا دكتور، كمان بيتم الاخذ في الاعتبار طريقه التعامل او التعايش او حلول؟ طبعا في التكيف الادابتيشن وميتيجيشن، وفي التخفيف من هذه الاثار طبعا بيتاخد. لو انا عملت مثلا بيحاولوا دلوقتي في المنتجات الافريقيه، بس المشكله كلها العائق هو التمويل. محتاجين دلوقتي بيزرعوا اشجار كثيفه جدا، بيحاولوا يشوفوا ممرات امنه للحيوانات تقعد تحتيها، زياده الموارد المائيه والبرك الموجوده والمياه عشان يقدروا ان هم يبردوا نفسهم فيها. كل ده محتاج طبعا تمويل في المنتجات الافريقيه، وعشان كده احنا مصر ابتدت في كوب 27 بصندوق الخسائر والأضرار
الأبرار عشان كل الدول المتقدمة تموض هذا الصندوق تعوض الدول النامية زي خصوصا في أفريقيا بالأضرار اللي حصلت لهم، فيبقى يكون في تمويل موجود للإجراءات الخاصة بالتكيف وبالتخفيف من هذه الأضرار. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة نهى سمير أستاذة الهندسة البيئية، شكرا لحضرتك يا فندم. جهود كبيرة قامت بيها مصر لاستعادة أمجاد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية المصرية وهي الغزل والنسيج. السنين اللي فاتت ظهرت نتائج مبشرة لنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج باعتباره طبعا مكون مهم لدعم الاقتصاد الوطني. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير عن أهم النتائج الخاصة بنجاح منظومة التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور وليد جبلة عضو الجمعية المصرية للإحصاء. منورنا في صباح الخير يا مصر عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وفي البداية نتكلم عن الجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية لاستعادة الريادة لقطاع الصناعات النسيجية. احنا عندنا خبرة كبيرة جدا وتجربة مهمة جدا على مدار سنين كتير جدا في هذا القطاع تحديدا. اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، صباح الخير. طبعا مصر لها تاريخ طويل في الصناعات النسيجية، ولكن هذه الصناعات واجهت تحديات كبيرة وتم تشخيصها. دولة قامت بتشخيص المشكلات التي تواجه هذا القطاع على وجه التحديد، وكان أهمها في جزء متعلق بالإنتاج نفسه، بطبيعة الإنتاج، وهو أن مصر محتاجة تطور زراعة القطن واستنباط سلاسل جديدة، في جانب متعلق بتقدم الآلات. فليس معنى أن الآلة والآلات اللي موجودة في المصانع أنها تعمل وتعمل بكفاءة أن إنتاجيتها تتسم باقتصادية التشغيل. من هنا فاتت الخطة ذات طبيعة شاملة، حيث بدأت الدولة في تطوير زراعة القطن بصورة كبيرة جدا، في استنباط سلالات جديدة، تم استنباط 5 أصناف جديدة من القطن وتسجيلها. وهنا يجي دور البحث العلمي يا فندم. طبعا البحث العلمي والقرار السياسي، لأن القرار مهم جدا، قرار الدولة أنها تطور هذه الأمور، فإنها بتخرج الدراسات والبحث من الأطر النظرية إلى الإطار التطبيقي، سيما مع توسع الدولة في زراعة القطن. حتى القطن قصير التيلة أصبح هناك توسع ليس على حساب الزراعات أخرى في الوادي والدلتا، ولكن تابعنا زراعات القطن قصير التيلة في العوينات وفي توشكا وفي مناطق الاستصلاح الزراعي الجديدة. إذن نحن أمام سلالات جديدة، مساحات جديدة منزرعة، قطن يناسب طبيعة الآلات الجديدة، حيث عملت الدولة بصورة متوازية مع زيادة الإنتاج من القطن تطوير الآلات الموجودة في المصانع. حتى نطور تلك الآلات كان لابد من تطوير الإدارة، حيث تم دمج شركات الغزل والنسيج في 9 شركات قبضة وتطوير الإدارة الخاصة بها. من هنا انتقلنا إلى منطقة تطوير صناعات الغزل والنسيج نفسها بإنشاء مصانع جديدة. أكبر مصنع بيتم تجهيزه دلوقتي واقترب موضع تاريخ افتتاحه في المحلة الكبرى، بحيث تكتمل المنظومة بأن يكون هناك مصانع على أعلى مستوى تقدم منتج تنافسي. بس دكتور وليد يعني اعذرني المقاطعة، لو تطوير آلات، تطوير مصانع، تطوير إدارة، كمان يعني يحتم علينا أن يكون في تطوير للكوادر والكوادر ومهارة العمال الموجودة في هذه المصانع عشان يقدروا يتعاملوا مع هذه الآلات، هل ده حصل؟ طبعا يعني أنا بشكر حضرتك أنك لفت النظر لهذا الأمر، لأن احنا متابعين الجامعات التكنولوجية اللي بتقوم بها الدولة. صناعات المستقبل لا تعتمد على العامل محدود التعليم، ولكن أصبح العامل، بس في عمالة موجودة بالفعل يا فندم. العمالة اللي موجودة بيتم تطويرها بالفعل وبيتم اسكانها في الأماكن اللي بتناسبها، ولكن الدولة المصرية بتنظر إلى الحاضر وبتنظر إلى المستقبل. هي بتحافظ على حقوق العمال وتعمل على تدريبهم وتطويرهم، وفي المقابل أيضا بتقوم بإنشاء الجامعات، وتابعنا إنشاء الجامعات التكنولوجية اللي موجود فروعها وبتتخصص في برامج بتتناسب مع التكنولوجيا الحديثة في كل مكان، بحيث أن تمتلك الصناعة المصرية الحاضر والمستقبل أيضا. طيب لو حضرتك تكلمنا عن أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بزيادة إنتاج القطن وصادراته كمان. يعني بلغت حوالي
212 مليون دولار في 2022-2023 ارتفاعا من 122 مليون دولار في 2018-2017 نسبة الزيادة كبيرة جدا. ايضا الصادرات من الملابس الجاهزة، لان عايزين نقول ان مصر بتمتلك ايضا، اذا كنا نتحدث عن الغزل والنسيج وهي مرحلة مبدئية، الا ان الملابس الجاهزة المصرية ايضا كصناعة على المنتج النهائي للغزل والنسيج. صحيح. اكيد نشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات والمعلومات دكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاحصاء، شكرا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الاتحاد السكندري حقق الفوز على إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة لجامعتهم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 15 لبطولة الدوري المصري. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 23 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد إنبي عند النقطة 26. فريق مودرن فيوتشر فاز على فريق الهلال الليبي بنتيجة 5-0 في المباراة لجامعتهم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. بالنتيجة دي ضمن فيوتشر التأهل على دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 11 في المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر برصيد 13 نقطة، ويأتي الهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط. فريق مانشستر سيتي حقق الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في الديربي الذي أقيم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكده بيحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة، وبيحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 44 نقطة. فريق أتلتيكو مدريد فاز على ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني. بالنتيجة دي بيتواجد فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، والريال بيتيس في المركز السادس برصيد 42 نقطة. نادي باير ليفركوزن فاز على نادي كولين بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الألماني. بالنتيجة دي بيتواجد فريق باير ليفركوزن في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، وفريق كولين في المركز 16 بجدول الترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة. فريق نانت الفرنسي خسر أمام فريق ميتزا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري الفرنسي ممتاز، وبكده بيحتل المركز 13 فريق نانت في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، وميتزا في المركز 17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمعنا وشاذلي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. طبعا ما فيش شك انه الذكاء الاصطناعي بقى عامل مهم جدا ورئيسي وفعال في كل المجالات، وبقى جزء مهم من التطوير اللي بيحصل في إدارة المشروعات وضمان استدامتها، وهو ده المستقبل اللي الشركات في كل المجالات بتراهن عليه. دي حقيقة يا شاذلي. خلينا نتكلم عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الاستدامة وتطوير المشروعات. ضيفنا هيثم المسلمي باحث دكتوراه بجامعه ملبورن باستراليا. صباح الخير يا حضرتك يا دكتور. منور. صباح النور حضرتك. يا اهلا بيك منور حضرتك. اهلا وسهلا. واحنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي وملف الذكاء الاصطناعي، في
في وسط ما كان فيه انبهار بيه وكان فيه تفاؤل كبير جدا بالذكاء الاصطناعي، فجاه بقى فيه تخوف كبير قوي من الذكاء الاصطناعي، لدرجه انه يعني في حتى من كبار الباحثين وكبار عمالقه تايكونز الاي اي في العالم ابتدوا ان هم يكلموا عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي بشكل متشائم شويه. الذكاء الصناعي زيه زي اي تكنولوجيا، هو سلاح ذو حدين، تقدر تستخدمه في الخير واعمال انك يساعد على رخاء البشريه، ممكن تستخدمه العكس تماما ان انت تدمر حد او تاذي حد. مثلا تكنولوجيا زي الانترنت ممكن ناس تستخدمه عشان تحصل على معلومات، ممكن ناس تستخدمه في الهاكينج ان هي تسرق المعلومات. نفس الكلام الذكاء الصناعي ممكن ناس تستخدمه في التطبيقات الاوتوميشن، ان احول كل حاجه بترهق البشر الى حاجه اوتوميتد الاله بتعملها بطريقه سلسة جدا بسيطة جدا تاخدش المجهود البشري، ممكن استخدمه بطرق تأذي البشر زي مثلا الاستخدامات العسكرية. ممكن استخدمه انه يتوجه ضد يعمل شوتينج لناس معينة، يأذي ناس معينة، يعمل ضرر على ناس معينة، ممكن يستخدم في الهاكينج، يطور الهاكينج، يطور الأعمال المؤذية للبشر. فهو في دبل ايجد، هو في الاثنين. الأخطر من ده كله ان الآلة وصلت لدرجة ان هي بدأت تتعلم، مش كده بس، بدأت توصل لدرجة إن هي تقدر تعلم نفسها. طيب لو اتبرمجت إنها تعلم نفسها حاجات خطر، هل نقدر إحنا كبشر نعمل لها كنترول؟ خلاص بالظبط، أعتقد كده خرجت عن السيطرة. أنا كده بالظبط، أنا كده بقيت مش عارف إمكانياتها إيه، أوت أوف كنترول، هي دي المشكلة. أما أي حاجة أي مثلا عربية أنا أقدر أسيطر عليها، أقدر أوقفها، أقدر أتحكم فيها. أما عملت برنامج وحطيته على النت وعلمته يعلم نفسه وعلمته ينتشر، بس التطور ده يعتبر مرعب برضو. مرعب جدا، عشان كده في حاجه اسمها ميثاق الذكاء الصناعي او الايثيكال دوكيومنتيشن بتاعه الذكاء الصناعي، ان انا عايزين نستخدم الذكاء الصناعي بحدود معينه. مثال بسيط، الطاقه النوويه. هل ممكن الطاقه النوويه اي متخذ قرار يستخدمها بعشوائيه؟ كارثه، كلنا هنموت. فقال لك نعمل ميثاق تستخدم في حاجات معينه وليها قوات ردع معينه، ودوله زي روسيا ورئيس اوباما كان اتكلم في النقطه ديت انه بيحاول يقنن استخدامات الطاقه النوويه وبالذات في المجال العسكري. نفس الكلام الذكاء الصناعي محتاج بوليسي انه مش اي حد يستخدمه بما يضر البشر، بالذات في حته ان الاله تقدر تعلم نفسها. ودي اخطر حاجه في الذكاء الصناعي. هو محتاج، لكنه حتى الان ملوش قواعد، ملوش ضوابط، الناس شغاله عليه يعني. حتى في مصر مثلا انا بنتمي للمدرسه العلميه، الدكتور ابو العلا من الناس اللي عايزين يعملوا ميثاق للذكاء الصناعي، يبقى ليه ضوابط معينه، ما يبقاش الموضوع كده مفتوح طبع. اي حد يقدر يعمل تطبيق ينشره والنتيجه تكون عشوائيه. هم عايزين يسيطروا على ضوابط الذكاء الصناعي، يستخدم في مجالات معينه بجهات معينه. طب دكتور، برضو من اكبر المخاوف الموجوده والمتعلقه بالذكاء الاصطناعي فكره انه الذكاء الاصطناعي يعني ياخد مكان مهن كتير قوي ويستغنوا عن العامل البشري. رد حضرتك ايه عن المخاوف دي او الدراسات اللي بتقول انه الذكاء الاصطناعي يعني لا هياخد مكان مهن كتير جدا، وفي مهن كتير جدا هتختفي؟ الذكاء الاصطناعي بيعوض وظائف بوظائف. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا مثلا عندنا حاجه جوجل شغاله وتسلا شغاله على حاجه اسمها سيلف درايفنج كورس. يعني ايه؟ عربيه بتسوق نفسها. هل معنى كده ان مهنه السواق هتختفي؟ هي العربية بقت موجودة بالفعل وبتستخدم بالفعل، السواقين في كل حتة. هي هتقل وهتفتح وظائف تانية، تخصص كبير جدا اسمه ميكانيكا السيارات ذاتية القيادة. تخصص ما كانش موجود، بقى مطلوب مهندسين وبشر يشتغلوا في المجال ده، مبرمجين يشتغلوا في المجال ده، سيكيورتي عشان تحمي العربية دي من أي اختراق في المجال ده، وبتطلع شركات للمجال ده. وبالتالي إذا اتقفلت وظيفة بتفتح قصادها 10. فالذكاء الصناعي بريء من حتة إنه بيقفل الوظائف، هو بيغير الوظائف وبيطور الوظائف. طيب، واحنا بنتكلم دلوقتي عن إدارة وتنفيذ المشاريع واستخدام الذكاء الاصطناعي، ازاي يا فندم يدخل الذكاء الاصطناعي في إدارة وتنفيذ المشاريع؟ الذكاء الصناعي من أقوى مميزاته إن هو بيعرف يعمل حاجة اسمها اوبتمايزيشن. يعني إيه؟ يعني لو عندي مثلا 100 خيار أو 100 أوبشن، أنا عايز أختار أفضل أوبشن، بناءً عليه الأوبشن ده أفضل حاجة. شوية معايير، أنا مثلا عايز أنفذ مشروع معين، انا عايز اوصل بيه بالمشروع ننفذه في الوقت المحدد بالبادجت المحدده في حدود الريسك المحدده او المخاطر بتاعته تكون واضحه لي جدا. طيب المدير الشاطر اللي بيقدر يعمل ده، طيب هل ممكن اعمل سوفت وير او برنامج او فريم ورك منظومه تقدر تاخد لي القرار بحيث ان هي تعظم لي تعمل ماكسمايزيشن للبروفيت وتعمل مينيمايزيشن للكوست وتعمل مينيمايزيشن للريسك؟ الذكاء الصناعي بيقدر يعمل ده، ويقدر ياخد وينفع اعتمد على قراراته دي.
طبعا ينفع تعتمد على قراراته، لان هي قبل ما بعمل حاجه او سوفت وير بعمل البرنامج ده تيستينج. يعني ايه؟ بديله كذا بروبلم وببقى عارف النتيجه بتاعتها، بشوفه بيجاوب صح على البروبلم دي زي النتيجه المطلوبه ولا لا، بختبره. بناء على الاختبارات دي بيطلع نسبه خطا ونسبه يعني قرارات صحيحه، بديها نسبه. هو من كل 10 مشاكل حل كم مشكله صح وكم مشكله غلط؟ حل 9 صح وحل واحده غلط، او ادى قرار غلط، بالتالي ودقته 90%. فانا بقيت عامل فاليديشن ليه، مقيمه، فبقيت عارف ان السوفت وير ده في التاسك دي بيديني 90% وهكذا. طيب عشان برضو يعني في ناس ممكن تكون مش مستوعبه قوي اهميه الذكاء الاصطناعي، ازاي ممكن نستفيد منه؟ زي ما بنتكلم على انه في مخاوف منه، اكيد في كمان استفاده كبيره جدا منه. ازاي ممكن نستخدم الاي اي او الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال في مشروعات الطاقه المتجدده مثلا؟ يعني مصر كمان بتتجه بشكل كبير جدا نحو مشروعات الطاقه المتجدده، ازاي ممكن احنا في مصر نستفيد من الذكاء الاصطناعي في هذا المجال؟ ناخد مثال بسيط. مصر فيها منطقه من اقوى المناطق في شده الرياح، منطقه راس غارب. صحيح. طاقه الرياح فيها من 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 اكثر المناطق في افريقيا كلها. عايزين نستغل حاجه زي كده. طيب هنعمل تربينة رياح تبدا تستخدم الطاقه دي ان هي تولد لي طاقه كهربائيه. الذكاء الصناعي دوره ايه بقى؟ ممكن يعمل ايه؟ مشكله طاقه الرياح ان هي طاقه انتربتد، انا مانيش عارف بكره في رياح ولا لا. في تنبؤات جويه بس دقتها مش عاليه قوي. الذكاء الصناعي بيعمل على زياده الدقه دي. الحاجه الثانيه هو يقدر يستخدم مجموعه من السنسورز تجمع داتا ويعمل حاجه اسمها ويند باور بريدكشن، ويند سبيد بريدكشن. دي موديل بتتنبأ، يقدر يتوقع قوه وسرعه الرياح لتايم فريم معين، في وقت معين ساعة. يعني يعني مده زمنيه معينه. الله مظبوط، الله ينور حضرتك. يعني دلوقتي انا عندي مثلا طاقه الرياح دي عايز اعرفها كمان 24 ساعه في موديل ده. طب كمان 36 ساعه في موديل ده، بدقه عاليه مش باي دقه. بعرف معدلات الانتاج. الله ينور. مظبوط 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 استاذ احمد. انا بقيت عارف المحطه دي هتديني كام من البوتنشال ده، لان هي طاقه في علم الغيب، انا مش عارف بالظبط طاقه الرياح كام. انا عندي ليها استيميشن بس مش دقيق قوي، بيعلي لي من الدقه، ودي نقطه قويه جدا في الذكاء الصناعي. الاكيورسي بتاعته عاليه جدا. ايا كانت نوع هذه المشروعات يقدر يتدخل فيها الذكاء الاصطناعي؟ في مقوله حلوه قوي اسمها اي اي ذا نيو الكتريستي، يعني الذكاء الصناعي هو الكهرباء الجديده، هو يقدر يخش في كل حاجه، مش بس مشروعات طاقه الرياح، في كل حاجه. حضرتك الابلكيشن الايباد، اي كان الجهاز الالكتروني اللي حضرتك بتستخدمه، الابس كلها بتعتمد على الذكاء الصناعي في كل المجالات، مش بس في مشروع، مش بس في 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 في, في طاقه رياح او اتخاذ قرار، في كل حاجه. حتى ريكومنديشن سيستم، لو حضرتك بتصفح اي موقع هتلاقيه بيرشح لك الحاجه المناسبه ليك. طب هو عمل ايه؟ هو درس، عمل اناليسز، وعمل قرار صحيح بيزد على ريكومنديشن سيستم، انه يديك الحاجه المناسبه ليك. وبالتالي تلاقي حضرتك بتستخدم مثلا السوفت وير او اليوتيوب مش قادر تطلع منه، ليه؟ خلصت فيديو بيعمل لك ريكومنديشن لنفس الفيديو. نتفليكس نفس الكلام، امازون في البرودكت نفس الكلام، يعمل لك كوركت سجيشن. فهو بياع شاطر جدا وبيتخذ قرارات بطريقه ممتازه، مش في المشاريع بس، في كل البرودكتس. وبناء عليه انا بعمل بيزنس قوي جدا بيزد على التقنيه دي. شركات زي جوجل وامازون ما شاء الله القيمه السوقيه لها تريليونات الدولارات. منين؟ ده بيبقى معتمد على تجميع البيانات زي ما حضرتك اتكلمت، والخروج ب خلينا نقول اجابات صحيحه، لو هنعممها او قرارات صحيحه، او قرارات صحيحه، ديسيجن ميكنج. طيب بالنسبه للذكاء الاصطناعي، فكره الاستدامه، يعني كل العالم دلوقتي بيتجه نحو السستينابيلتي او الاستدامه بشكل كبير، ازاي الذكاء الاصطناعي يقدر يساعد في تحقيق ده؟ الاستدامه ديت زي ما اليونايتد نيشن حددت في 17 جول سستينابل ديفلوبمنت جولز، منها حاجات كتيره جدا، ان انا اقلل الفقر، الهانجري، اعمل جندر ايكواليتي، استخدم سمارت سيتيز، استخدم اقلل الويست. طيب ناخدهم واحده واحده. انا دلوقتي عايز مثلا اعمل مدينه ذكيه. الذكاء الصناعي ممكن يساعدني ازاي في الكلام ده كله؟ ممكن استخدم مجموعه من السنسورز بحيث ان لو عايز ارشد في استهلاك الطاقه تروح جايه السنسورز ديت، انا مثلا دخل عليا النهار طلع، هل ابعت واحد اوبريتور يروح جاي قافل الكهرباء؟ لا، ممكن سنسور صغير جدا يستخدم يعمل ديسيجن ميكنج بناء على موديل ذكاء صناعي، يقول لك لا انا هقفل اضاءه، انا هقلل درجه الاضاءه، انا هزود التكييف، انا هستخدم اتش فاك سيستم معين. وبالتالي هو كده بياخد افضل قرارات عشان يعمل عمليه ايه؟ ماكسمايزيشن. لمين؟ لتوفير الطاقه، انه بيقلل الطاقه لاقل قدر ممكن. ده مثلا في استخدام الطاقه.
دلوقتي حقق لي الاستدامه ان انا بقيت بستخدم طاقه اقل، بالتالي لو انا الطاقه دي بحصل عليها مثلا من خلال الغاز او المحروقات قللت السي او 2 ايميشنز، بالتالي قللت الجلوبال وورمنج، وده هدف مهم جدا من اهداف السستينابيليتي ان انا احافظ على او اقلل من الجلوبال وورمنج. طيب لو تكلمنا عن مستقبل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام، شايفينه بيتطور يعني يوم بعد يوم بالايام كمان مش بالشهور حتى، بنشوف فيه تطور في الابلكيشنز وفي امكانيه عمل الذكاء الاصطناعي ودخوله في مجالات عديده، المستقبل بيحمل ايه بالنسبه للذكاء الاصطناعي؟ برضه هكرر الجمله الجميله قوي، اي اي ذا نيو الكتريستي، هو هيبقى في كل حاجه. انا ما اقدرش اقول الذكاء الاصطناعي مش هيجي في الـ في الـ في الريجن دي، لا هو هي في كل حاجه. يعني انا هو التطور الطبيعي لاي تكنولوجيا. مثلا لو زي ما لسه كنت بتكلم في مستقبل صناعه السيارات، احنا بقينا بنعمل سياره ذكيه بتسوق نفسها زي الاوتو بايلوت. دلوقتي احنا دلوقتي ممكن نعمل فيديوهات، كل زمان نعمل ايديتنج لا دلوقتي الموضوع ممكن سوفت وير يعمله بطريقه سريعه جدا. مجال الفن يقدر يرسم لوحات، ازاي بيرسم لوحات بان هو بقى عنده الجوريزمز تقدر طلع لوحه في ثواني، فبالتالي هو بيدخل في كل المجالات. فالتطور الطبيعي ليه ان كلنا هنستخدم الذكاء الصناعي، هيوفر علينا مجهود كبير جدا، هيحقق اهداف السستينابيليتي، وفي نفس الوقت هو يعني راس الحربه للتكنولوجيا في الوقت الحالي. طيب دكتور، يعني زي ما البشر بيطوروا الذكاء الاصطناعي وبرامج الذكاء الاصطناعي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، هل في المقابل بيطوروا ايضا برامج تقدر انها تتعامل مع هذه البرامج او الذكاء الاصطناعي اذا ما تعدى الحدود؟ يعني هل في حاجه توقف؟ يعني انا عملت دلوقتي برنامج بطور على سبيل المثال سلاح معين، هل قدامه انا بطور كمان برنامج يقدر ان هو يوقف هذا البرنامج او هذا السلاح ولا لا؟ هي حاجه زي كده، معلومه زي كده ما تكونش معايا. لان لا في المطلق انا مش بتكلم على مجال بعينه، بس بتكلم حتى على مبادئ العمل او اليات العمل او اليات اختراع اله جديده او تكنيك جديد ايا كان، هل دي طريقه العمل على الذكاء الاصطناعي او على البرامج؟ يعني قدام برنامج انا بطوره ببقى عامل حسابي في برنامج تاني اقدر اتحكم في هذا البرنامج اللي انا طورته. في تخصص كامل اسمه الايثيكال هاكينج. يعني انا دلوقتي لو استخدمت الذكاء الاصطناعي انه يفك لي مثلا الشفرات ويسرق الاكونتات بتاعتنا. في ناس تانية بتشتغل مضاد، تخصص كامل اسمه الايثيكال هاكينج اللي هو الهاكر الاخلاقي. انا دلوقتي الاكونت بتاعي اتسرق اعمل ايه؟ في واحد تاني متخصص معاه بقى الادفيرس اللي هو هروح لاعمل برنامج تاني مضاد بحيث ان اقدر اخد الباسورد اوقف المشكله دي، اجيب حرامي يجيبه لي بالظبط، او هو واحد متخصص فاهم الحرامي بيفكر ازاي. فبالتالي اذا كان في سوفت وير بيستخدم فيه عمل سيء او عمل فيه ايذاء، عندي سوفت وير مضاد يقدر يستخدم ان اقدر اعمل ريترايفل او استرجع المعلومات ديت او ان امنع الهاكينج ده موجود. اما طبعا في التطبيقات العسكريه دي النقطه اللي انا يعني دي دايما بتكلم على التطبيقات العسكريه تحديدا، ده كان مثال يعني بس بتكلم بشكل عام. لا موجود موجود والناس بتستخدمه او العلماء بيستخدموه بحيث ان هم يلاقوا حل اذا فعلا لو حصل موضوع خرج عن السيطره يلاقوا حل يبقى فيه اتجاه مضاد للايه للبرامج دي. هو طبعا ميزه من مميزات دخول الذكاء الاصطناعي لكل هذه المجالات وتحديدا في اداره المشروع زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، انه اي حد بيفكر عايز يعمل مشروع هيبتدي يدخل يجمع الداتا ويجمع البيانات، بيبقى عندنا بعض المشاكل في ايه بقى المنافسين، عايز ادرس السوق، عايز اشوف المنافسين. اعتقد ان كل ده هيكون موجود كداتا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي فهيأثر عليا كتير. انا عايز اقول حاجه يا استاذ احمد، الامارات عملت حاجه جميله جدا، عملت وزاره كامله اسمها وزاره الذكاء الاصطناعي وعينت فيها الامير عمر العلماء، قال جمله زي ما حضرتك لسه قايل، الداتا، قال لك الداتا از نيو بتروليوم. يعني ايه الداتا دي؟ هي البترول الجديد. انا اقدر اجمع داتا اديها الذكاء الصناعي يقدر يعمل بيها ديسيجن ميكنج في كل حاجه. زي ما حضرتك لسه بتقول نجمع داتا عند حضرتك اقدر ابيع لك المنتج اللي حضرتك عايزه، تجمع داتا عندي نفس الكلام، عننا نفس الكلام، نبقى بنزود الفاليو. قبل ما ابيع كمان انتج ازاي المواد الخام، وزي ما حضرتك قلت دراسه المنافسين. انا دلوقتي عندي كذا منافس، طب انا 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 كعقل بشري بعمل ايه؟ بحلل المنافس دوت، ايه نقاط الضعف، ايه نقاط القوه، وبناء عليه باخد قرار. الذكاء الصناعي يقدر يعمل ده بخبرات، مش خبرات عقل واحد، كتيبه من العلماء، كتيبه من المهندسين، نجمع خبراتهم كلها في سوفت وير، ولما ياخد القرار يبقى القرار بتاعه بيزد على الناس دي كلها. بالتالي هو بيأوت بيرفورم مين؟ العقل الواحد. طيب هل الذكاء الصناعي يقدر يغلب او يقدر يتعدى قدرات العقل البشري لبني ادم؟
في تاسك معينه بس ان جنرال لا. في حاجه اسمها جنرال ارتفيشال انتليجنس، الذكاء الصناعي العام. انا دلوقتي انا عايز حاجه زي العقل البشري، لا دي لسه ما اتحققتش، بيسعوا لها بس لسه بدري. طب هو الذكاء الصناعي بيقدر يغلبني في ايه؟ في تاسك واحده. مثال الاله الحاسبه مثلا. الاله الحاسبه دي انا لما باجي بعمل كالكوليشن، انا راجل مهندس، لما تيجي تقول لي 10 في 500 على 10000 جذر 100 مثلا، هقعد امسك ورقه وقلم وتكتك وهاخد فيها وقت كتير جدا. طيب. انا مش عارف اعملها اصلا. كلنا. طيب تعالى بقى على الاله الحاسبه في ثانيه. يبقى هي هزمتني في الكالكوليشنز. الذكاء الصناعي نفس الكلام. في البريدكشن مثلا في الطب. يقدر ياخد داتا كتيره جدا عن مرض معين ويصنفه احسن من الراديولوجيست. فهو هزم الدكتور في حته واحده، في تاسك واحده، ولكنه ما يقدرش يهزم الدكتور ككل. طب ليه هزم الدكتور؟ لانه اخذ الاكسبرت ده ودخل له داتا من 1000 اكسبرت، فبقى فيه طاقه 1000 اكسبرت. احنا خبرتنا بتيجي منين يا استاذ احمد؟ من الحياه ومن الدراسه من التجارب. يعني انا مثلا اشتغلت في 10 مشاريع فبقت خبرتي 10 مشاريع. حضرتك اديتي مثلا 100 لقاء فبقت خبرتك 100 لقاء، دي خبره بتاعتك. طيب الذكاء الصناعي لو ضربناه على 1000 لقاء بقت خبرته كام؟ 1000 لقاء، عشان قدرته على تخزين الداتا اعلى من البشر. عمل 1000 محاوره. يقدر ياخد قرار اسرع. طيب في بني ادم يقدر يعمل 1000 محاوره؟ هي يعني لا طبعا، بس الفكره دايما كانت تخوف فكره ان هو بقى بيخرج بالفعل بنتائج، وبقى بيخرج هو يعني مش بس ما بقاش قائم على تحليل البيانات، هو بقى بيخرج كمان بقرارات وبحلول. فيمكن ده التخوف اللي حصل مؤخرا، او خلينا نقطه التحول اللي حصلت في مجال الذكاء الاصطناعي. كلام حضرتك مظبوط جدا، هو بيعمل اناليسز، بعد كده بيعمل ديسيجن ميكنج، بناء على التحليل ده بياخد قرار ويقدر يعمل حاجه اسمها بريدكشن، يتنبأ، يتوقع. يعني دلوقتي مش بناء على الداتا دي انا مش بس باخد ديسيجن، انا بقدر اعمل بريدكشن. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا. دكتور هيثم المسلمي باحث دكتوراه بجامعه ملبورن باستراليا، شكرا لحضرتك. شكرا لكم جزيلا. شكرا لك جزيلا. شاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شارف، اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو شو دونيو، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح الرئيس السيسي سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية. تستأنف اليوم محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة، يأتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها. وكانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في معارك بحي الزيتون ومدينة خان يونس بقطاع غزة.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بجيش الاحتلال، بينهم المتحدث العسكري دانيال هاجاري. وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الرجل الثاني في طاقم هاجاري موران كاتس وعددا كبيرا من المسؤولين في نظام المعلومات التابع له قد ضموا استقالاتهم على خلفية العدوان على غزة. وأوردت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة أنباء عن خلافات عميقة بين الحكومة في إسرائيل والجيش بسبب إدارة الحكومة للحرب وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة. دعت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما طالبت هاريس بالضغط على إسرائيل بالقوة لزيادة تدفق المساعدات لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف غير آدمية وكارثة إنسانية بين الشعب الفلسطيني. كما شددت هاريس على ضرورة العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في قطاع غزة. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. النهاردة زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا، بيحتفل العالم باليوم العالمي للسمنة، يوم اتخصص لتغيير وجهات النظر عن السمنة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ده عشان رفع مستوى الوعي للحالة الطبية الخاصة بزيادة وزن الجسم ومخاطرها. طبعا السمنة أسبابها متعددة ونتائجها خطيرة جدا وأضرارها طبعا كبيرة على صحة الإنسان. وارد جدا تسبب أمراض القلب، السكر، ارتفاع ضغط الدم، التهاب مفاصل، الحاد، وده يمكن اتكلمنا عنه في بداية الحلقة. عشان كده النهاردة عايزين نسأل إيه هي درجات السمنة؟ وهل كل درجة ليها طريقة معينة لمعالجتها؟ كل هذه الأسئلة هيجاوبنا عليها ضيفنا اللي منورنا الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين كلهم. يا أهلا بحضرتك. هل السمنة بالفعل درجات؟ فعلا زي ما حضرتك قلت بالظبط، في بنعمل تقييم للسمنه دي، هل هي سمنه بدايه السمنه او متوسطه او سمنه مفرطه، وعلى حسب كل حاله بنقدر ندي العلاج المناسب ليها ونقيمها علشان نشوف ايه اللي مناسب للحاله. علشان اهم حاجه، وده كلام مهم جدا زي ما حضرتك قلت في الاول، ان السمنه مرض، دي اهم حاجه، لكن كسمنة والواحد كويس وما عندوش أي مشاكل مرضية ومتعود عليها ما نقدرش نعمل حاجة. لكن لو في مشكلة صحية والسمنة مأثرة فيها، يبقى لازم نبتدي العلاج، وعلاج طبي مع علاج للسمنة في نفس الوقت. دكتور، في ناس بتبقى متخيلة أنه السمنة السبب الرئيسي ليها هو بس الأكل أو نمط الأكل وطريقة الأكل، لكن بيبقى في أحيانا أسباب عضويه او اسباب متعلقه بامراض هي اللي بتسبب السمنه او بتسبب مشاكل في الحرق او ما الى ذلك. لو حضرتك تقول لنا ازاي نقدر نتعامل ونعرف اذا كان السمنه ليها علاقه بالاكل او ليها علاقه باسباب تتطلب انه الشخص يروح لطبيب يعرف ايه المشكله اللي عنده. كويس، هما الاثنين زي ما حضرتك قلتي بالظبط، العلاقه بالاكل وعلاقه بامراض عضويه. طب نعمل ايه؟ نبتدي الاول اللي هو تحت اشراف طبي. مفيش حاجه اسمها اصل الحرق بتاعي ضعيف وخلاص يا دكتور اديني دواء للحرق، انا عايزه دواء الحرق وخلاص. مفيش حاجه اسمها كده. ممكن يكون المشكله مرضيه اساسا هي اللي مسببه كل المشاكل السمنه دي، وعلشان نعرف الكلام ده محتاجين اولا تحت اشراف طبي، نمره اتنين نعمل التحاليل اللازمه اللي تقدر تقول لنا ايه المشكله اللي عندي علشان اقدر اعالجها. مع التحاليل لو كان نقص فيتامين د او عندي مشكله في الغده الدرقيه او عندي في الكوليسترول للصحه العامه، هل نقدر نعالج الكلام ده مع النظام الغذائي؟ لان السبب السمنه ايه؟ في سعرات حراريه داخله وسعرات حراريه خارجه. السعرات الحراريه الخارجه لو كانت اقل من السعرات الحراريه اللي داخله يبقى دوت هيحصل سمنه. لو السعرات الحرارية اللي خارجة عن طريق الرياضة عن طريق المجهود هو دوت حد يقل في الوزن. الموضوع سهل قوي، الموضوع بنضحك على العيانين، سعرات حرارية داخلة وسعرات حرارية خارجة، احنا بقى اللي بننظم الحكاية دي. والأهم ان احنا نبتدي نعمل نظام غذائي صحي ومتوازن مش أي حاجة، وخصوصا داخلين على رمضان، ف
فدي بقى هتبقى مشكلة كبيرة كمان. طيب ايه هو بقى النظام الانسب للرمضان؟ الله، الكلام ده كويس قوي. في حاجة مهمة قوي، النظام الغذائي في رمضان، هل ممكن نقدر نخس في رمضان؟ ايوة. هل طب انا عايز اثبت بس كفاية قوي ده لو طلعت في نفس الوزن يبقى حاجة جميلة؟ لا، احنا ممكن نخس في رمضان، ونبتدي احنا فاضل اسبوع على رمضان، نبتدي من دلوقتي لغاية شهر رمضان ان شاء الله ما يخلص هنكون نزلنا في الوزن مش ثبتنا في الوزن. طب نعمل ايه؟ ده كلام حلو قوي وكلام جميل، نعملها ازاي؟ اولا الناس اللي هي بتشرب قهوة كل يوم الصبح ده هيتعبوا قوي في رمضان، فنبتدي في خلال الاسبوع اللي جاي ده نبعد عن القهوة او الكافيين، اللي ياخد نسكافيه ياخد الكلام ده، نبعد عن الكافيين في خلال الاسبوع ده عشان ما يحسش بالصداع والتعب. طيب نعمل ايه؟ العصاير بقى. العصاير اللي هناخدها في رمضان هنعمل فيها ايه؟ ما ناخدش اي عصاير جاية من الشارع، لان لو خدنا العصاير اللي جاية من الشارع الكلام ده كله مليانة سكر كتير، ودي ممكن تزودني في الوزن. نعمل العصاير الطبيعية في البيت، ونحاول نحط فيها سكر الدايت خالي من مادة الاسبرتام، هتبقى صحية اكتر. بالنسبة بقى للتمر والبلح، طب نعمل ايه فيه؟ ناخد نفطر، هنفطر على بلح كويس جدا هيفوقنا، بس قد ايه؟ واحده. وصول فردي. الناس يقول لي دي ثلاثة او خمسة، واللي عنده سمنه بشكل عام يقلل من الحاجات دي جدا. وناخد واحده بس هيبقى احسن كتير. والاهم من كده ان احنا نشرب الميه على مدار اليوم من اول الافطار لغايه السحور، مش نشرب ميه كتير قوي مره واحده، او نشرب ميه على ساعه السحور بس. احنا مش جمل هشرب ميه كتير هتتحوش، لا، احنا هناخدها على مدار اليوم كل ساعتين نشرب ميه. طيب بالنسبه للسمنه المفرطه تتجاوز ال 100 كيلو، يعني دي بتبقى كمان التخسيس فيها صعب قوي وبتاخد وقت، هل اصلا في البعض بيشوف اللي فوق ال 100 كيلو انه لا انا مش هعمل دايت، انا هضطر الجا لعمليات، هل ده صح؟ ممتاز الكلام ده. اولا 100 كيلو مش تخين قوي يعني، ده 100 كيلو حسب ده كويس الطول. ده احنا اللي بنشوف على حسب الطول بتاعه، لكن اللي بيقول لي هخش عمليات، قبل ما يقول اخش عمليات ياخد باله كويس قوي ان هو لو عنده مشكله مرضيه يبقى مهما حد دخل عمليات مفيش مشاكل. اولا العمليه دي عمليه كبرى مش عملية صغيرة، مش بسيطة، يعني العملية الكبرى ديت لها مخاطر. مخاطرها ايه؟ الوفاة. ممكن تسبب وفاة؟ ايوه ممكن تسبب وفاة. واي حد بيقول لك انا عايز اعمل عمليات عشان زهق من الدايت، انا جربت دكاترة كتير، ما يقولش الكلام ده. يجرب صح، يعمل التحاليل كلها صح، يمشي نظام غذائي، مش عشان يعمل عملية معاه فلوس هيقوم يعمل العملية، أو حتى تستلف عشان تعمل العملية وعلشان هي زهقت أو مش عارفة أنا عايز أكل اللي أنا عايزاه. لا، إحنا بعد ما نعمل العملية لازم نعمل نظام غذائي. صحيح. لأن مع العملية لازم نظام غذائي. لو كل غلط بعد العملية هيزيد في الوزن، وده اللي بنشوفه كتير جدا، إن الناس عملت العمليات يقول لي لا ده أنا اتخنت، ده العملية باظت. لا، العملية ما باظتش، أنت كلت غلط في الفترة دي، كلت حلويات كتير، كلت شوكولاتة، عصاير كتير فيها نسبة سكريات، هو ده اللي زوده في الوزن. ما نفنجأش العملية إلا لما نجرب ست شهور متواصلة بنظام غذائي صحي، ونكون عاملين التحاليل اللازمة وتحت إشراف طبي. بعد لو فشلت ومش قادر يبقى فكر ده عامل ايه؟ ده ممكن يكون سببه ايه بقى؟ ان حد مثلا يكون عامل نظام غذائي وزي ما حضرتك قلت قاعد ست شهور على هذا النظام وما يخسش في النهايه، ده ممكن يرجع سببه ليه؟ ممكن يكون سبب مرضي اساسا، نقص فيتامين د بتفرق كتير جدا، ممكن يكون عنده مقاومه الانسولين وبرده دي مهمه جدا، او الغده الدرقيه مش شغاله برده بتزود في الوزن، فيها خمول. فمهما عمل اي نظام غذائي طول ما فيه مشكلة مرضية مش هيخس ابدا الا لما نحلها مع النظام الغذائي. طيب في ناس بتلجأ للأدوية يا دكتور. الله، انت بتقولي كلام ممتاز جدا، وخصوصا بعد اتكلم بقى في حكاية الأدوية دي، لان في ناس بتجيلي وانا شفت كتير قوي الكلام ده، يجي يقول لك جاي الدواء من على النت، او جايبه من عند دكتور بيقول له الدواء ده هو الخلاصة. ان مفيش حاجة اسمها دواء من على النت ولا دواء من جوه من عند الدكتور، او الدكتور يديله الادويه عنده في العياده، يعني نجيبه من الصيدليه
تحت إشراف وزارة الصحة يا ما نجيبوش نهائي. الدكتور مشهور مش دكتور مشهور، ده هو الدواء بتاعه، ما فيش حاجة اسمها كده. طيب الحقن بقى اللي هي اللي بنسمع عنها كتير قوي، اللي هي بتاعت السكر اللي بتخسس، هل هي فعلا كويسة؟ أي كويس، ما قلناش حاجة. بتعمل ايه؟ بتسد النفس. هل في دواء ممكن يدي بدل الحقن؟ لان بس ناخد بالنا في حقن بتتاخد كل اسبوع والناس كلها عارفاها، اللي بياخدوها حتى في امريكا وهنا بيدوروا عليها ومش لاقيينها، والحقنه الثانيه اللي هي بتتاخد كل يوم اللي هي مضاده اللي بتاعت هي اساسا للسكر. بس اللي واخد تصريح من منظمه الصحه الامريكيه واحده بس، مش بتاعت كل اسبوع، بتاعت كل اللي يوم مش ايه اللي مش لاقيينها اساسا، وابتدوا ينزلوها حاجات ممكن تكون مضروبه. فعشان كده ما نشتريش من اي حد عشان خطر، ما نقولش ناخدها وبياخدوا الدواء كمان. واللي انا لقيته ان في ناس كتير قوي بتشتري الدواء من هنا لانه ارخص كتير ويروحوا يهربوه من بره، فده خطر. فاحنا محتاجين ان احنا يبقى في رقابه، ما ناخدش بكميات دواء كتير من صيدليه واحده، يبقى لازم نحط عليها علامه نعرف بالظبط راحه فين. طيب اتفضل فنكمل. اللي انا عايز اقوله الادويه، الدواء الوحيد اللي بيتاخد الحقنه كل يوم ده بيسد النفس بس. هل بيخسس؟ والكلام بقى اللي بسمعه دايما من العيادين عندي يقول لي طب بيخسسني قد ايه في الاسبوع؟ طب بيخسسني قد ايه في مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها النظام ده هيخسسني قد ايه. الـ 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 انا هعمل ايه؟ ما هو في واحد بيلعب رياضه واحد ما بيلعبش. صحيح. مش النظام يقول لك 7 كيلو في 7 ايام، طب ازاي يعني؟ طب انت لو ما بتتحركش ما بتعملش اي مجهود يبقى مش هتخس ابدا. لازم الرياضه والادويه تحت اشراف طبي، ما ناخدش الدواء من عندي علشان حد جربه قبل كده وانا هفهم بيتعمل ازاي عن طريق النت، انا ممكن يسبب لي مشاكل. لان الدواء حتى الدواء الحقن له معايير معينه، يعني اللي عنده مشكله في الغده الدرقيه وتكون مثلا عنده في الاسره بتبقى عندهم بعض السرطانات في الغده الدرقيه، ده ممنوع نهائيا ياخد الحقنه اللي هي بتاعت السكر اللي بتخسس. ليه؟ لانها ممكن تسبب مشاكل كتير. ده اللي هنقدر يحدده الطبيب المعالج، والاهم يكون طبيب بشري مش حد عشان المهنه لمت قوي زي ما بيقولوا كده، فده مش هينفع. لازم يتاكد ان هو دكتور متخرج من كليه الطب او علاج طبيعي يكون فاهم وواعي للكلام ده. في دواء ممكن ناخده راس بدل الحقن، لان الحقن الشغلانه المهببه دي هاخد حقن وشغل متعبه. ايوه في دواء، والدواء مصرح به من منظمه الصحه الامريكيه وجميل جدا وموجود باسم تاني موجود هنا في مصر جديد ممكن نقدر ناخده وارخص كتير كمان وتحت اشراف طبي. طيب ده اهم حاجه. طيب واحنا بنتكلم عن السمنه طبعا الوزن الزايد بيؤثر بشكل كبير جدا على المفاصل زي ما قلنا، مظبوط. فبالتالي الركب مش هتقدر تستحمل الوزن الزايد، فبالتالي ممكن يحصل كمان اختناق لعصب القدم، فمش هيقدر يمشي ولا يقدر يمارس رياضه. في الحاله دي يعمل ايه؟ يعمل اي مجهود احسن من لا مجهود. يعني انا لما اقل في الوزن كل الكلام دكتور العظام بيقولوا ما تمشيش او ما تقفش على رجلك كتير. لا مفيش دكتور عظام ابدا يقدر يقول ما تمشيش، ما تحملش على رجلك لانه مثلا فيها يعني اي حركه ما مش قادر يتحرك يروح لدكتور علاج طبيعي يحرك العضلات. قله الحركه دي خطر لان هتقلل الكتله العضليه، ولو قللنا الكتله العضليه مفيش حرق اساسا. ايه اللي بيزود الحرق؟ ايه الحاجات؟ يجي ناس كتير يقول لي اديني دواء يزود الحرق. مفيش حاجه اسمها تزود الحرق، انت لو لعبت رياضه كتير هتزود كتله عضليه، هتزود الخلايا اللي بتاخد اكل في الجسم دوت، معناها ان الحرق هيزيد عندك. لكن انك انت ما تتحركش خالص او انا عندي وجع في عظمي اي حاجه، روح الحمام راحه جايه، لف حوالين السفره، اضربي في العيال، اي حاجه، المهم اتحرك. لو ضربوا في العيال ده مجهود حلو قوي، لكن اهم حاجه ان اتحرك، لكن لو ما اتحركش خالص هيبقى خطر جدا. يعني نحاول نبعد عن العيال ويتحرك يتمشى. لا سيب العيال في حالها خاصه في شهر رمضان يعني. بس خليني برضو يعني فكره الحركه زي ما كان شاذلي بيسال حضرتك هي طبعا مهمه، لكن في ناس برضو ممكن تفرط في الحركه الزياده، لان في ناس السمنه عندها بتسبب لها خلينا نقول تروما او مشكله فعلا بتؤرقها طول الوقت، فحتى التعامل مع السمنه بيكون غلط بشكل غلط جدا، ففعلا بينقص في الوزن بس مع اقرب فرصه بيرجع تاني الوزن كله.
ايوه زي ما حضرتك قلتي ان هو بيبقى عامل نظام غذائي قوي جدا، وممكن تبقى تعمل نظام غذائي غير صحي اللي هو النظام الكيميائي او الكلام ده كله ينزل قوي ويقوم يرجع تاني. طب يرجع تاني ليه؟ ايه المشكله؟ ان هو بينزل اساسا الكتله العضليه مش الكتله الدهنيه. عشان كده ما فيش حاجه اسمها يجيب الميزان اللي في البيت يوزن وخلاص. احنا لازم يقيس بجهاز اللي اسمه الامبادي اللي هو يقيس الكتله العضليه والدهون والميه، عشان انا مهم حاجه عندي ان انا اقل الدهون وازيد عضل. طول ما انا بيحصل كده يبقى انا صحي اكتر. لكن لو انا قليت العضل في لحظه اكله واحده هتقوم ترجعني تاني، او عندي مشكله مرضيه، او ما بلعبش رياضه. وده اللي بسمعه كتير، اللي يقول لك انا مش عايز العب رياضه عشان لو انا سبت الرياضه هتخن تاني. الكلام ده غلط. هو المشكله اللي انا بلعب رياضه باكل باكل غير صحي، يعني الواحد بيلعبوا رياضه وياكلوا حلويات وحاجات زي كده فبيحرقها، يوم يبطل الرياضه بياكل نفس الاكل هيزيد في الوزن. هتبطل الرياضه هتبطل اكل، تلعب رياضه تاكل صحي مليون في المية هتقل بشكل صحي. الموضوع كمان بيؤثر زي ما كنا بنتكلم في بداية الفقرة على معدل ضربات القلب، بيؤثر بشكل كبير على سيولة الدم، يعني في تفاصيل كتيرة، المسألة مش متعلقة بالشكل فقط. مظبوط زي ما حضرتك قلت. عشان كده لما بنيجي نعمل اي نظام غذائي بنعمل التحاليل، عشان لو في عندي كوليسترول عالي مثلا اللي هو بيأثر على القلب، ده حاجة مهمة جدا ان انا اخد العلاج باستمرار وابقى بصحة احسن. وازاي ان ناخد العلاج دوما؟ نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا دكتور هاني جبران استشاري السمنه والنحافه، نورتنا في صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بك يا استاذه، واهلا بالناس المشاهدين. دلوقتي مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. السلسلة الشهرية أرواح في المدينة اللي بتقام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية كانت بتحتفي امبارح بمرور 30 عام على حلم حسن أرابيسك رائعة أسامة أنور عكاشة، المسلسل العظيم اللي كلنا تابعناه واللي كان بيطرح سؤال الهوية ومأساة صاحب الصنعة الأصيلة في زمن المضروب أو المغشوش وغير الأصيل أيضا. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضركم على طول. احنا في كل مره بنجتهد في ان احنا نلاقي مدخل لفهم تغيرات المجتمع عبر الزمن. عبر الزمن يعني سنوات، السنوات اللي بيحصل فيها تغيرات بنلتقطها. التسعينات، منتصف التسعينات كانت مرحله مهمه جدا، كان في ارهاب، موجه عاتيه من الارهاب في البلد، اغتيالات، الدوله بتواجه، بس كمان الدراما كانت بتواجه. يعني دراما مصر، أسامة أنور عكاشة في أرابيسك، وحيد حامد في العائله، لينين الرملي في الارهابي، قدروا ان هم يعملوا حاله من حالات المقاومه لهذا الارهاب يجب ان توثق. أرابيسك كان سؤال الهويه المصريه، لكن كمان كان على خط النار مع الارهاب. هو كان حلم بابا دايما انه يكون وعي الناس بالدرجه اللي هو كان طول الوقت بيدور عليها وعايز ينبه ليها. ففكره ان احنا نلتقي في ارواح في المدينه، على فكره يبدو ان ده من اول اجتماعات ارواح في المدينه، من اول مره مش المره دي بس، يبدو ان ده متحقق. فكره الوعي، فكره ان احنا بنفكر مع بعض علشان نشوف ايه الدنيا حوالينا، عشان نفهم الدنيا، عشان نفهم دنيتنا رايحه لفين بعد كده و ففكره الحرص على ده في حد ذاته ده يطمن، يطمنك على الناس حواليك، يطمنك على انه اللي عمله ابويا وغيره ما راحش هدر. انا في قمه السعاده النهارده لما بصيت لقيت الناس بتحبني، الناس بتشايفاني كده وفرحانه ان انا موجود، ان انا بكلمهم وان انا عايش، ده لله الحمد. فانا بقول لهم شكرا جدا لكل الناس اللي بتحبني واللي مش بتحبني. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لجامعة سوهاج اللي شهدت افتتاح مركز خدمة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وده طبعا كان استجابة لدعوة السيد الرئيس للاهتمام بذوي الإعاقة واللي أكد عليها خلال حديثه في مؤتمر قادر باختلاف. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر معانا عبر زوم دكتور حسان نعماني رئيس جامعة سوهاج، بنرحب بحضرتك يا فندم. وبعد التحية لو توضح لنا ما يشتمل عليه مركز خدمة الطلاب
ذوي الاحتياجات الخاصة من خدماتي يا فندم. أهلا بحضرتك جمانة، أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم. هذا المركز تم افتتاحه بالأمس، وده من المراكز المتقدمة والمتخصصة في خدمة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا المركز يخدم أكثر من 4000 طالب وموظف عضو هيئة التدريس. احنا عندنا في الجامعة أكثر من 285 من ذوي الهمم. هذا افتتاح المركز في هذا التوقيت ده كان بعد احتفالية قادرون باختلاف. أنا حضرت قادرون باختلاف في حضور طبعا في خيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفنا وكل مصر والعالم العربي والعالم شاف مدى اهتمام الرئيس بهؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال اللي عندهم قدرات خاصة. وأنا بقول عندهم قدرات خاصة لأنهم أنا بعتبرهم أحسن مننا، لأن احنا كاملين يعني الشكل والبنيان، ولكن هم بيتفوقوا علينا أنهم هم بيحاولوا يعني يعيشوا وتعايشوا حتى التحقوا بالجامعات. ودي كانت فرصة كويسة قوي ليهم، لأنهم يثبتوا وجودهم وفي نفس الوقت يتحولوا من عالة على أسرهم ومجتمعهم إلى أنهم هم يبقوا طلبة ويتعلموا ويحصلوا على شهادات، وبعد كده كمان بينزلوا سوق العمل. أنا لما شفت الرئيس وبيقول لهم افتكروني يوم القيامة ونادوني وخدوكم معاكم وخدوني معاكم، ده أنا حسيت بالحب العميق وقد إيه السيد الرئيس مهتم بيهم، وقد إيه السيد الرئيس حب نابع من ذاته ومن قلبه. ورحنا سرعنا طبعا من افتتاح هذا المركز. المركز بيخدم العديد، بيقدم خدمات متنوعة لهؤلاء الطلبة. إيه بقى طبيعة الخدمات يا فندم؟ أو حضرتك يعني مثلا إحنا يعني بنعمل ملتقى لتوظيف الطلاب ذوي القدرات الخاصة. إحنا أصلا محتضنينهم من الأول في مركز التايكو اللي هو ريادة الابتكار والاختراع، وأصلا ليهم اختراعات وابتكارات عندنا، وكان حتى في السي بي سي الصبح كانوا بيعرضوا بعض النماذج الاختراع والابتكار لدى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا بنعمل لهم توقيع كشف الطبي بيبقى متواجد داخل الجامعة. احنا حتى الاختبار بتاع الجيش والحصول على شهادة اللعفة المفروض ما السوهاج ما فيهاش منطقة تجنيد، المفروض يروحوا أسيوط. احنا بننسق مع منطقة تجنيد أسيوط وهم شاكرين طبعا، وانا اشكر طبعا تجنيد أسيوط واشكر القوات المسلحة القائمين على هذا الموضوع، ان هم بييجوا بيجيبوا فرقة معاهم وبيجيبوا فريق عمل وبيتم توقيع كشف طبي عليهم داخل الجامعة. مش هم بس طلاب، نحن طلاب الجامعة، لا كل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودة في سوهاج كلها في المحافظة اللي هي تعدادها 6 مليون بييجوا عندنا في الجامعة، وبيتم طبعا توقيع الكشف الطبي عليهم، والمحتاج إعفاء بيديه إعفاء من عندنا. احنا بنعمل لهم دورات تثقيفية وتدريبية. احنا عندنا الامتحان بيتم عن طريق المركز، عن طريق برايل مثلا للناس المكفوفين، وبنجيب لهم كل الوسائل اللي تريحهم، احنا بنرعاهم. انا ما عندي عبد الرحمن ده فوق الحقوق وحاضر قادرون باختلاف في المنارة مع السيد الرئيس، وكان موجود وكان نفسه يتصور مع السيد الرئيس على المنصة لما نادى اسلام الكفيف وخدوا الرئيس وطلع معاه عبد الرحمن، بس عشان متلعثم وعنده طبعا الشلل الحركي وعنده بطء في الكلام والنطق وكده، قعد يعني نادي وكده. بعد كده احنا كرمناه في هذه الاحتفاليه اللي هو قدرونا باختلاف، وعنده بيكتب شعر وطبعنا له شعر ان شاء الله على حساب الجامعه في مطبعه الجامعه. يعني احنا بنرعاهم رعايه كامله. انت سيادتك لو شفت أم أحد أطفال أو الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وهي بتقول إحنا ما كناش بننام وعينينا بس ما كانتش بتنام، لا ده إحنا كمان قلبنا ما كانش بينام، وإحنا حاليا دلوقتي مرتاحين ده إحنا لقينا أبنائنا بياخدوا فرصة للتعليم وتعليم من دمج زيهم زي أي طالب تاني. إحنا يدوب دلوقتي بننام وارتحنا، وطبعا بتشكر السيد الرئيس اللي هو ولى اهتمام كبير قوي قوي لهؤلاء الطلبة، ودول قطاع كبير ومش هم بكل طلبة تأكيد يا فندم، يعني جهد مشكور أكيد. لكن خليني أعرف برضو من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين، بالنسبة لهذا المركز هل في سنوات دراسية تخصصات معينة بيستهدفها مركز خدمة الطلاب من ذوي الهمم؟
هو المركز حضرتك بيتيح ليهم ان هم يعني يمتحنوا في هذا المركز، ولكن يبقى الامتحان موضوع من اعضاء التدريس المتخصصين ومن الكليات المتخصصة. يعني كلية مثلا آداب فيها طلبة ذو دمج أو ذو قدرات خاصة، فالطلبة دول بيبقى ليهم أعضاء التدريس بيدرسوا في الأقسام المعنية، وبعد كده بيتم امتحانهم هناك، أو امتحانهم لو تم امتحانهم هناك في الأماكن الامتحانات بيبقى في حد موجود معاهم منسق معاهم من المركز، بيروح يستقبلهم يعني بياخد بايديهم، بيشوف لهم اللجنه فين، بيقعد يعني يستجيب لهم، يعني خدمات لوجستيه وخدمات تدريبيه وخدمات تثقيفيه، وفي الاخر بقى قبل ما بيخلص بندور له على اماكن عشان يتعين فيها في مع القطاع الخاص. عظيم جدا يا فندم. ايه تاني الامكانيات اللي تم التركيز عليها اثناء انشاء هذا المركز؟ الامكانيات اللي تم التركيز عليها ان احنا حاليا دلوقتي بنشجعهم، وفي نفس الوقت بنطلعهم رحلات، يعني بنخليهم مندمجين. يعني مثلا في انتخابات الرئاسة جبنا اتوبيسات ووقفنا معاهم وركبناهم اتوبيسات وراحوا اللجان وادلوا بصوتهم، يعني اندماجهم في الحياة وشعورهم ان هم اشخاص عاديين قادرين على ممارسة الحياة اليومية والحياة حتى الحياة السياسية، ده اعلى مراتب التمني والاماني لاي فرد واي شخص. كلهم التقوا بالسيد الرئيس ويسافر عبد الرحمن وزمايله من سوهاج للقاهرة للتجمع في المنارة، ويقعدوا في المدرج في القاعة ويشوفوا الاحتفالية. ده هو في نفس الوقت اقصى اماني الطلب العاديين. طلب العاديين نفسهم يقابلوا السيد الرئيس، يتصوروا معاه، او نفسهم حتى يحضروا لقاءات وكده. فكون ان هو طالب ذو همم، طالب عنده مشكله، كان يقعد الاول في البيت ويقعدوا في البيت لغايه ما يجي اجله وياخدوا، اما دلوقتي ولله الحمد باهله بياخدوه وبيروحوا بيه، ومتوفر لهم كل السبل دي من مواصلات من اقامه من كل الحاجات دي في حد ذاته ده يعني احنا ما شفناهوش قبل كده. ده هو اكيد في اكيد طبعا يا دكتور، يعني في الحقيقه تحول في التعامل مع هذا الملف تحديدا، ملف ابنائنا من ذوي الهمم، هو واضح بكل تاكيد حتى بشهادات اسر هذه هؤلاء الاطفال او حتى هذه الفئه كمان هي بتشهد بهذا التغير والتحول. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسان النعماني رئيس جامعه سوهاج، شكرا لحضرتك يا فندم. هنروح مع حضراتكم لمبادرة جديدة أطلقتها جريدة الوطن التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. هذه المبادرة بتستهدف دمج الأشخاص من ذوي الهمم من الصم والبكم من خلال ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، وده انطلاقا من استراتيجيتها المستمرة لدعم قادرون باختلاف عشان تكون أول صحيفة عربية ومحلية تقدم هذه الخدمة يا جمان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. طبعا كل سنة وحضرتك طيبة كمان. بعد التحية، لو تعرفينا عن المبادرة، آليات تنفيذها، أهداف كمان مؤسسة الوطن من إطلاق هذه المبادرة تحديدا. صباح الفل عليكم، وكل عام وحضراتكم وكل المصريين بخير. المبادرة اللي انطلقت منا فكرة للزميل العزيز مصطفى عمار، وهي فعلا كانت يعني من نواه او من بنات افكاره اتناقشنا فيها. انا مش عايزه اقول لحضرتك كميه التفاعل حولها وصل لدرجه ايه، الفكره عماله تكبر الحمد لله. هي اول مبادره من نوعها في صحيفه، يعني احنا في النهايه بنخاطب ابنائنا اكثر من 8 ملايين مصري ومصريه لديهم ظروف خاصه، لكنهم اثبتوا خلال السنوات الاخيره وتحديدا مع انطلاق فعاليه قادرون باختلاف ان الظروف شماعه لا تليق بهم. استطاعوا ان هم يهزموا كل هذه الظروف ويثبتوا ان ذوي الهمم هي همم واراده وعزيمه للتغيير والاثبات انفسهم وللدمج وللمشاركه. الوصول اليهم بترجمه ملخصات مسلسلات رمضان، وده العمل السنوي للشركه المتحده اللي بتقدم فيه خلاصه الابداع في الدراما وفي غيرها، اصبح حق
احنا بنستهدفهم بترجمه هذه المسلسلات بلغه الاشاره لوصول الوعي، وده احد الاهداف الاساسيه من هذه الدراما. الترفيه واحد الحقوق المهمه لهؤلاء ولينا ايضا، المتعه وهي احد الاشياء اللي ممكن يكونوا مش فقدينها بسبب عدم وجود خطاب خاص بيهم. لكن وجود خطاب خاص بيهم ازاي واحنا بندمجهم في المجتمع؟ هم يجب ان هم يشاركوا الجميع في الدراما المقدمه وفي البرامج وفي كل اشكال الميديا اللي بتقدم من خلال الشركه المتحده. في الوطن انا عايزه اقول مجموعه مفاجآت، احنا بادئين بملخصات المسلسلات لكن زي ما وضحت لحضراتكم المبادره بتكبر. مش هتبقى فقط المسلسلات، هتبقى ايضا نشرات، هتبقى ايضا برامج خاصه معده لشهر رمضان. واللي هينطلق في رمضان هيبقى استكمال على من خلال العام كله او على مدار العام كله، يعني مش هنبقى في رمضان وبس ومش هنبقى على المسلسلات وبس، هنكون في كل منتج يشعر ذوي الهمم انه بيخاطبهم او يهمهم. وفي نفس الوقت هنكون في على مدار السنه او في ديمومه على مدار السنه، احنا بنجذب جمهور جديد الينا، نجذبه بالسلع الاساسيه المتعه الوعي الترفيه. طيب مين اللي هيقوم بترجمه هذه الاعمال او ملخصات هذه المسلسلات الى لغه الاشاره، وهتنشر فين يا فندم عشان اخواتنا من الصم والبكم يقدروا يشوفوها ويتابعوها؟ اولا تم الاتفاق والتعاون مع عدد كبير من مترجمي الاشاره اللي تحمسوا جدا للفكره وشعروا ان احنا دي بدايه تغيير حقيقي واستهداف لمجموعه من المصريين كانوا ممكن يكون بعيدين الى حد ما عن اهتمامات الصحف، لكن احنا الحمد لله منذ اليوم الاول للوطن مهتمين، ومنذ اليوم الاول لانطلاق فعاليه قدوم باختلاف احنا حاطين ايدينا في الموضوع وبنشارك. فهيتم الاعلان عن كل التفاصيل المتعلقه بالمبادره ومين الشركاء فيها من خلال مترجمي الاشاره خلال هذا الاسبوع، وهنشوف اول منتج ان شاء الله. الاذاعه هتكون من خلال منصات الوطن سواء الويب سايت او صفحات السوشيال ميديا والمنصات المختلفه فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتكون برامج وهتكون ملخصات مكتوبه وملخصات مرئيه في عمل، يعني اعتقد احنا لينا ان احنا نفخر انه بيتم من خلال مؤسسه الوطن التابعه للشركه المتحده، وايضا من خلال صحفيين عندهم ايمان بقضيه ذوي الهمم واهتمام بيها. طيب يا فندم، يعني حضرتك قلتي ان لسه التفاصيل هيتم الافصاح عنها قريبا، لكن هل مش عايزه احرق بس انا يعني احنا النهارده ممكن بنحاول نعلن اول منتج مش اكتر. يعني احنا بنحاول ناخد من حضرتك بعض التفاصيل. اتفضل. ممكن تقول لنا ابرز المسلسلات اللي هيتم البدء فيها، مواعيد كمان عرضها هيكون ده عبر موقع والسوشيال ميديا زي ما حضرتك قلت، دي حضرتك قلت لنا عليها، لكن المواعيد يعني الملخصات للمسلسلات دي هتبقى عقب الحلقات على طول ولا بيبقى في وقت محدد؟ لا، هتكون عقب الحلقات، وفي نفس الوقت من خلال برامج احنا عندنا خريطه الحمد لله تلفزيون الوطن السنه دي انطلاقه جديده لتلفزيون الوطن، الوطن مختلفه في كل حاجه، الانطلاقه الجديده عندنا خريطه برامجيه وخريطه لشهر رمضان هيتم الاعلان عنها ان شاء الله قبل الشهر بيومين، مش يعني مش هتبعد اكتر من كده، لكن احنا بالفعل المنتج المترجم بلغه الاشاره هيتم نشره اعتبارا يعني من هذا الاسبوع، لان احنا بنمهد للخدمه المقدمه وفي نفس الوقت بنشوف ردود الافعال حواليها، هم محتاجين نغير فيها ايه، محتاجين تزيد بمده قد ايه، يعني هيحصل تفاعل حول البرامج المترجمه بلغه الاشاره وحول المسلسلات المترجمه بلغه الاشاره، يعني مش هيكون عرض اول يوم رمضان، لا هنبدا قبليها ببعض البرامج الصغيرة وبعض الملخصات اللي ليها علاقة بأحداث الدراما عامة السنة دي بتتناول إيه، وهنبدأ من بداية شهر رمضان. يعني كل عام وحضراتكم بخير، العرض وفقا لخريطة. كل الشكر لحضرتك الأستاذة شيماء البرديني رئيس تحرير التنفيذي لجريدة الوطن. وبكده مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا النهاردة، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، وبكرة هنكون معاكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر من الساعة 7 للساعة 10 صباحا. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.